مشاهدينا منحييكم بهالحلقة الجديدة من مباشر الساعة 5. اليوم يمكن التطورات الحكومية والسياسية هامدة شوي مقابل تطورات اقتصادية تمثلت بالتعميم اللي أصدره حاكم مصرف لبنان قبل وقت قليل، ويتعلق بدفع 400 دولار فريش لكل أصحاب الإيداعات اللي كانت موجودة بالمصارف بتشرين الأول 2019، وأيضا 400 دولار على سعر المنصة صيرفة، يعني على سعر 12 ألف. هذا التطور قابل جمعية المصارف برفض له، أكيد رح نتابعه بهذه الحلقة، ولكن بيبقى مشهد سياسي داخلي، مشهد حكومي متأزم، مشهد إقليمي كلنا عم نترقب لوين بده يوصل وشو انعكاساته على لبنان. كل هذه الملفات بصرنا أنه نناقشها مع ضيفنا أستاذ الياس المر، أمين عام الاتحاد المشرقي. أهلا وسهلا فيك. شكرا، مساء الخير لكم لجميع المشاهدين. يا أهلا. بدي بلش معك بالملف الحكومي. نحن بسياق الحلقة رح نحكي طبعا عن الملفات الاقتصادية، عن قصة رفع الدعم، عن قصة التخبط اللي عم نشوفه بالتعميم باللي صار من يومين واللي كاد يرجعنا إلى عشية 17 تشرين. بس خليني بلش معك بالملف السياسي، لأنه اليوم في شوي هيك قراءات متناقضة حول مبادرة الرئيس بري. ثم تمنعها هذه المبادرة ويقول إن دفنت، ما في شيء جديد، الاتصالات متوقفة منذ ساعات ولا حكومة في الأفق. وثمة من يقول أنه لا، بعد في أرنب عند الرئيس بري، بيطلعوا باللحظة المناسبة وبعد في هيك اتصالات شغالة. شو قراءتك ومعلوماتك؟ يعني هلا مثل ما الجميع صار بيعرف انه المشكله الحكوميه هي اكبر من تشكيل حكومه في لبنان، ومبادره الرئيس بري وكمان مشترك معه، يعني هلا صارت مبادره تقريبا ثنائيه، وان كان بلغه الاعلام يعني الرئيس بري والبطرك الراعي اللي عم بيحطوا ايديهم بايدين بعضهم يعني من بطريقة ما لإيجاد نوع من الحلول. الجميع صار يعرف، وحتى أوساطهم صارت تعرف أنه المشكلة هي أكبر من المبادرة، يعني أكبر من أنه مبادرة تقدر تحلها، بمعنى أنه في مشكلة على المستوى الداخلي كتير كبيرة ومتجذرة وصارت عميقة لدرجة أنه أصبحت أكبر من أنه مبادرة تقدر يعني تردم هذه القوة الداخلية الكبيرة، وترافقت مع مشكلة يعني خارجية تتمثل على المستوى الإقليمي، إذا بدك إعادة قراءة أو إعادة مراجعة للتطورات الميدانية اللي صارت بالمنطقة، العلاقة بالحرب بشكل مباشر ونتائجها في سوريا، علاقة الدول العربية، الدول الخليجية تحديدا، علاقة السعودية مع سوريا المستقبل، مع سوريا الجديدة، عودة هذه الدول العربية إلى سوريا على أي أساس، وضع الإطار إذا بدك يلي على أساسه رح ترجع هذه العلاقة العربية مع سوريا، هيدي إلى انعكاس وتأثير مباشر على الوضع الداخلي، يعني بالشق هيدي بالشق الخارجي بالشق الإقليمي. قبل ما تتبلور هيدي الصورة، صورة إعادة التفاهم القائم بين السعودية وسوريا، ما رح نشوف حلحلة على الساحة المعنية مباشرة برئاسة الحكومة. الله يبشرك بالخير. على المستوى يعني نحن عم نحكي من هلا لأيلول تقريبا، فهذا المدى الزمني. هلا ما بيعني انه ممكن يصير في بس ليش عفوا ليش هيدا الربط؟ يعني نحن ليش ما فينا نشوف حلحله على المستوى الحكومي بلبنان بانتظار العلاقه الخليجيه السوريه؟ ما مش من يعني المنطق بيقول انه مش من مصلحه سعد الحريري ينطر قبل دائما منه دائما هذا بالمعنى السلبي، لانه نحن ما بدنا ننسى اليوم أمريكا ما بتقدر تعيش بمعزل عن الدول المحيطة فيها والمجاورة فيها، دولة كبرى ودولة وقوة عظمى تتأثر بالمحيط الموجود فيها سواء سلبا أو إيجابا، فما بالك ببلد يعني حجمه صغير مثل لبنان. فمن الطبيعي يعني أنه نحن نكون شفافين بقراءتنا، من الطبيعي انه يتاثر بشكل مباشر بتطورات هالقد كبيره عم تصير بالمنطقه. يعني انت ما بدك تنسي انه نحن 10 سنين صار لنا الحرب في سوريا وفي المنطقه كلها سوا، ما كانت سهله، والاهداف ما كانت سهله، والبرامج والمشاريع اللي كانت معده من اجل تحقيقها من خلال هذه الحرب في سوريا كانت من شانها انه تغير وجه المنطقه. هلا صار اللي صار بسوريا وميدانيا وعمليا على الارض، وتثبت انتصار الدوله السوريه بالرغم من كل التشظي والضرر يلي أصيبت فيه والخسائر الكبيرة يلي تكبدتها، هذه النتيجة يعني بده ينبنى عليها أيضا
بده ينبنى عليها وبده يكون لها تأثير مباشر على الوضع في لبنان. هلا هذا الملف بلش يتحرك. ليه بلش يتحرك؟ لأنه هناك عودة عربية إلى سوريا. يعني عم يجوا يقولوا إنه نحن هلا 10 سنين خلصوا، خلينا نشوف في هودي 10 سنين اللي جايين أو على القليلة 7 سنين الولاية الرئاسية، خلينا نشوف كيف بدنا نتعاطى على أي أساس جديد مع سوريا، شو الكونترا الجديد يلي بدنا نعمله مع سوريا يعني المنتصرة. بس أنا سؤالي أنت سؤالك ليش؟ لأنه نحن مش قصة ليش، بس قصة إذا هذا الترابط موجود هو حتما موجود بس يعمل لغير مصلحة سعد الحريري. يعني منطقيا مصلحة الرئيس المكلف أنه يشكل بأسرع وقت ممكن. أنا بعد ما جيت على الرئيس هلا بدي أجي بدي أوصل. يعني أنا بلشت بالمشكلة الداخلية كمان بعد ما طرقت الله بدي أحكي فيها. هلا نحكي التفاصيل. حكيت بالمشكلة الإقليمية وسأبد أنه فت من هذا المدخل وفصلت وقلت لك بتتمركز بشكل أساسي في كتير مشاكل. في شيء له علاقة بالعلاقة بين السعودية وإيران، في شيء له علاقة بين أمريكا والسعودية وكيف هي كمان بدها تحسن أوراقها من أجل التفاوض مع أمريكا في المنطقة. بس بشكل أساسي اللي بينعكس علينا بشكل مباشر بالأسماء هي العلاقة السعودية السورية المستجدة، من أجل أنه يكون الوقت الوقت هلأ القريب الأشهر المقبلة رسمت معالم العلاقة الجديدة المستقبلية بين السعودية وسوريا. هون بدخل على الرئيس الحريري لأنه قلت له علاقة مباشرة، فكمان مباشرة بهذا بيعني أنه بالأسماء طبعا. وخصوصا عندما نتكلم عن رئاسة الحكومة فعلينا البحث عن شخصيات عن شخصيات سنية بده يكون لها علاقة وثيقة ووطيدة مع المملكة العربية السعودية اللي هي الراعية العربية أو الحاضنة العربية للطائفة السنية الكريمة، إلى جانب المنافس التركي وهون العلاقة السعودية التركية كمان لها تأثيرها وثقلها على الشارع السني الكريم. من هون بندخل بنقول انه نعم انه حظوظ الرئيس الحريري في تكليف الحكومة او الظروف لن تساعده، لا ما ساعدته في الماضي، ما نعم بتساعده اليوم ولن تساعده في المستقبل، لانه هو لن يكون ثمرة المرحلة الجديدة لا سعوديا من ناحية إعادة تجديد علاقتها مع لبنان، لن يكون من بوابة الرئيس الحريري، ولن يكون حكما ثمرة التفاهم السعودي السوري القادم. هلا يعني بكل بساطة من خلاصة اللي تفضلت فيه انه سعد الحريري لن يؤلف حكومة، يعني السين سين اللي جابت آل الحريري الى السلطة في لبنان من عهد رفيق الحريري واستكملت مع سعد الحريري هي ذاتها رح تبعد سعد الحريري عن الحكومة. في كثير كونتريات بالمنطقة خلصت، يعني في كونتريات بطور التجديد، في كونتريات خلصت، ونحن قلنا انه الاثر المباشر على هذا الجو كله سوا. شوي متطرف بتفكيرات، يعني بالعكس. يعني قصدي مش شوي رايح على الاكستريم بالموضوع، انه هل فعلا ممكن نحكي انه سعد الحريري اصبح خارج ليش الصوره؟ لحظه بس، ليش المشكله يعني بين الرئيس الحريري والمملكه العربيه السعوديه الكريمه هي مشكله انا افتعلتها تكون متطرف؟ لا، انا عم بكره الواقع. اليوم الرئيس الحريري غير قادر على الاجتماع على اللقاء مع السعودية، غير قادر يعني انه يحصل على موعد من اجل زيارة. هذا مش تحليل، هذا معلومات. وحتى اكثر من هيك في حاولت النائبة بهية الحريري انه تقوم فيها مع وفد وشخصية مش وفد يعني شخصيات معينة من أجواء وفلك تيار المستقبل كانوا يعتبروا بمرحلة من المراحل أنه مقربين من القيادة في السعودية، حاولوا كتير أنه يعني يحصلوا على موعد من المملكة العربية السعودية من أجل ترميم. هل هني بيعرفوا شو المشكلة بتفصيلها؟ نعم. يعني هني أهل مكة أدرى بشعابها. هل نحن بنعرف أنه في مشكلة وبنعرف عناوين هذه المشكلة، ولكن شو صاير بالتفصيل وشو المشكلة يلي فايتين فيها يلي كان لها علاقة بمرحلة من المراحل بالعدم الاستقرار اللي كان عم يصير داخل المملكة وداخل هيد، نحن تفاصيل ما منفوت فيها ولا مندعي انه منعرف دقائقها ولكن نعرف عناوينها. طيب بهالإطار هيد المساعي كلها سوا كمان ما وصلت الى نتيجة. الإمارات عم بتجرب تعمل مسعى، الفرنسي جرب كتير
يعمل مسعى. طب معقولة أنه نحن نتخيل أنه يجي رئيس حكومة إلى لبنان يمثل البيت السني، يمثل إذا بدك هذا المكون المهم من المكونات اللبنانية، وما يكون عنده علاقة على القليلة، مش عم بقول أنه يكون تابع للقرار السعودي، وهذا أمر نحن بنرفضه، كان باتجاه سوريا ولا باتجاه السعودية ولا باتجاه أي دولة. نحن ما نبحث عن رجالات دولة يكونوا تابعين، ولكن كمان ما فيك تبحثي عن شخص بهالظرف الإقليمي بالذات بهالقد التحديات كبيرة على مستوى المكونات وتوازن القوى في المنطقة، جيب رئيس حكومة على لبنان ما عنده اتصال على الهاتف مع المملكة العربية السعودية، كمان هذا أمر لا يستقيم. بس هن تيار المستقبل ينفي كل هذا الجو، وبيجي بيقول لك تيار المستقبل أنه ممكن تصير بحي الله لحظة الزيارة للسعودية، ومش صحيح كل ما يحكى عن هيدا الفيتو، وبأكد أنه المشكلة هي فقط داخلية لعرقلة سعد الحريري، هذه وجهة نظر تيار المستقبل، وأنه أبدا ما في فيتو سعودي عليه أو عرقلة خارجية، هذه كلها نوع من ذر الرماد بالعيون. كويس، يعني كل انسان بيحكي المعطيات يلي عنده اياها، وبالنهايه القصه مش انه اليوم بمحكمه نحن في راي وراي او يعني عم نرافع بوجه بعضنا، نحن عم نطرح واقع، عم نقول نحن اليوم في عندنا مشكله كثير كبيره، هذه المشكله جزء منها اساسي داخلي له علاقه بالميثاق، له علاقة كمان بالكونترا يلي بده تجديد، ما مش بس بالمنطقة في كونترايات بدها تجديد، بالداخل كمان في كونترايات بدها تجديد، نحن في عندنا ميثاق انعمل سنة 43 بين رياض الصلح وبين الشيخ بشارة الخوري، كان في مكون أساسي من هذه المكونات بوقتها ما كان موجود على الساحة، هلا اليوم هذا المكون هو مكون أساسي والمكون الأفعل والأقدر على المستوى المحلي وعلى المستوى المنطقة. كونترا بده تجديد على أي ناحية؟ على يعني عم على نحكي بمتالتي، بشو عم نحكي؟ عم نحكي بتعزيز وجود بين هلالين الشيعية السياسية في السلطة، عن شو عم نحكي؟ لأنه هيك كلامك بيوحي، لأنه الاتفاق ميثاق 43 عمل بين السنة والمسيحية. طيب وين الشيعة من الميثاق 43؟ وين مش بس وين يعني إخواننا الشيعة اليوم، أنه نحن كعائلات كمكونات لبنانية نحن كيف عم نتعاطى مع بعضنا بأي روحية من أجل المحافظة على هذا الميثاق، أو عم نتعاطى مع بعضنا بروحية من أجل ضرب ونقد هذا الميثاق؟ يعني اليوم أنت عندك بيت مصدع، بدل ما تجي ترممي فيه وتتعاطي معه بطريقة ترميمية أنك تجرب تحافظي على ما تبقى من هذا البيت، لا، عم تجي تتعاطي بطريقة هجومية، بطريقة استفزازية، بطريقة تصعيدية. طب هذه الهجومية وهذا التصعيد هذا كله لوين بده يؤدي بالنهاية؟ إذا نحن كنا عايشين بحالة من الاستقرار، هذا التصعيد والهجومية تضرب هذا الاستقرار. كيف طب ما بالك إذا نحن عايشين على رمال متحركة؟ صح. نحن في عندنا مشاكل كبيرة اقتصادية ومالية، في عندنا مشاكل سياسية، في عندنا ارتباطات خارجية عم تنعكس سلبا على الوضع الداخلي، وفي عندنا مشكلة مكونات وامتدادات هذه المكونات. يعني بستخلص من حديثك انه هي المشكله بلبنان اليوم هي منا فقط ازمه حكومه، ابدا حكومة، ابدا تفصيل، هي مشكله نظام. حتى لو تالفت، تاكيدا على استنتاجك الصحيح والدقيق 100%، لو تالفت الحكومه بكره الصبح لن يتاثر قائد انمله من المشكله الاساسيه والجوهريه اللي نحن عايشين فيها بلبنان. نحن المفروض نصارح نفسنا، بس احنا قلنا 9 اشهر عم نلف وندور بسبب هذا المشكله، قارب ازمه النظام. طيب حتى هذه اللحظه، طيب نحن وقت اللي صار الفراغ الرئاسي قبل انتخاب فخامه العماد الرئيس عون بالانتخابات، طيب انه هي برايي كانت بس مشكله سياسيه؟ ما هي مبلشه القصه من قبل مشكلة ميثاقية، انه الرئيس القوي ولا مش الرئيس القوي، وهل لازم يجي للمسيحيين الرئيس القوي انه يوصل الى سدة الرئاسة وبعدين هيدي تصير حرف وبعدين خلص دائما الرئيس القوي بده يضل بالحكم، ام لازم نبحث دائما عن الرئيس المش قوي، عن الرئيس اللي ممكن يفوت نحن وياه بالتسويات، عن الرئيس اللي ممكن انه يدور الزوايا لمصلحه بعض الافرقاء السياسيين او المكونات والعائلات؟ ايه بدي اسمع رايك، شو رايك بهيدي؟ طب هي مش بتمس بالميثاقيه؟ ايه بس بدي اسمع رايك بهالنقطه تحديدا. اليوم من بعد الازمه اللي صارت بعهد الرئيس عون، واللي هي طبعا كلنا بنعرف انه هي نتيجه 30 سنه بس ثاقبت، صارت بهذا العهد ثاقبت ولا مقصوده هيدي؟ لا، في لها اسباب، هلا بقول لك اياها اذا بدك. ثاقبت موجوده بهيدا، تزامنت مع عهد الرئيس عون. عظيم، بس هيدي طلع من بعد ما بلشت هيدي الازمه، طلعت بعض الاصوات تقول انه ما يحصل اليوم يثبت
انه هيدي نظريه الرئيس القوي، ما هي كرمال هيك صارت الازمه، يجب الرجوع عنا، مش هيك جاوبتي على السؤال. جاوبتي على السؤال بس انا راح اوسع شوي صغيره. اليوم اجى من بعد فراغ سنتين اجى رئيس عون على سده الرئاسه بفضل تسويات هي كانت ثمره الامر الواقع، الامر الواقع يلي كان منبني منبثق من الاراده الشعبيه ومنبثق من التحالفات السياسيه الداخليه يلي فرضت حاله معينه، هذه الحاله ادت الى التسويات، يعني مش العكس صحيح، يعني مش التسويات ادت الى مثل يعني هلا اوكي. لا في كتله طبعا كان عنده اكبر كتله نيابيه، في امر واقع انطلق منه. ما انا قلت في امر واقع شعبي، امر واقع له علاقه بالتحالفات السياسيه مع الاطراف الداخليه، هذا الامر الواقع فرض انه افرقاء اخر انه يمشوا بهذه التسويه السياسيه. ولكن طبعا هل مشيوا عن قبول؟ لا، مشيوا على مضض. مشيوا على مضض واتت هذه وفجرت هذه الازمه بفضل تسكير الحنفيات الخارجيه وشح الدولار والى ما هنالك وتحريك الشارع بمطرح من المطارح بالطرق يلي صار فيها من اجل القول ماذا؟ من اجل القول انه هذه نتيجه وصول الرئيس القوي الى سلطه الى سده الرئاسه. طيب بدي اسالك سؤال، الازمه الاقتصاديه يعني هي خلقت بال 2018 ولا الازمه الاقتصاديه موجوده من سنه خلقت سنه 92 وهي كانت مستمره معنا ومرافقه لجميع العهود؟ اليوم الازمه الماليه، المديونيه، مشكله الكهرباء، طيب اوكي هودي كل طبعا هيدي التراكمات وقعد هلا عظيم. بس هو السؤال انه بس هي ليش هلا كان المطلوب انه تتسكر هذه المنابع الماليه من اجل تفجير الازمه الاقتصاديه من اجل صرفها في السياسه اولا على المستوى الشعبي تيقولوا انه يا جماعه على مستوى السياسي والحزبي انه الحزب الذي اوصل رئيس جمهوريه الذي وصل منه رئيس جمهوريه الى سده الحكم لازم يدفع ثمن شعبي لانه هو عنده حاله شعبيه معينه، ونحن كيف بدنا نحارب هذه الحاله الشعبيه او نضعفها او نخفف منها؟ من خلال خلق وتفجير ازمه بهذا الحجم. بنسمع كلهم والى ما هنالك وهذه القصص كلها سوا، وانا بدي اقول لك انه صار في اذى يعني تشظت يعني كل المؤسسات السياسيه بالبلد والحزبيه تاثرت وتشظت. هلا في منها بترجع بتتعافى بسرعه بتعمل ريكفري، بس في بعض مثلا ممكن في بعض الناس بيسالوا طيب انه نحن حاربنا لوصول الرئيس القوي واعتبرنا انه بوصول لعماد عون انتصار معين عال، بس شو نفعنا وجود رئيس قوي؟ البعض عم يستعمل هيدي النظرية تيقول انه خلص بطل في ضرورة انه يكون في رئيس قوي بسدة الرئاسة طالما ما قدر يغير شيء طيلة كل هذه السنوات، والدولة العميقة هي اللي كانت عم تتحكم بكل المفاصل وهي اللي كانت اقوى من كل التحالفات، يعني التحالفات اقوى من كل شيء. اوكي هلا نحن هون بنكون امام عده احتمالات، او بنكون امام اليوم بالنهايه من بعد كل شيء صار بلبنان على مستوى المؤسسات، مؤسسات الدوله واعاده انتاج السلطه بدا كله يبدا من الانتخابات. يعني اليوم الانتخابات المقبله هي يلي بتحدد الاوزان والاحجام. كرمال هيك نحن بصير فينا نحكي عن قوي ومش قوي وضعيف ومش ضعيف. هلا بالمستقبل وقت اللي بتتحدد الاحجام استنادا الى الاراده الشعبيه من خلال انتخابات نيابيه على اساسها بتتحدد خيارات الدوله، ولكن هيدي كله بيكون بعده على مستوى المؤسسات، ولكن في شيء اعمق هو له علاقه بشكل الدوله. نعم. وكيان الدوله، لانه نحن اليوم امام ازمه بنيويه وليست شكليه. يعني اليوم مش انه ما عندنا انتخابات ولا انتخابات مؤجله ورح نروح لانتخابات، ما لنا المشكله انه اليوم نحن ما عندنا حكومه بكره بصير عندنا حكومه. نعم. المشكله انه بدون حكومه ومع حكومه بدون مجلس النتيجه نفسها يعني. النتيجه رح تكون نفسها، لانه المشكله الاساسيه ما حدا عم بيقربها. ما حدا عم بيقرب المشكله الاساسيه اللي هي مشكله بنيويه. نحن قبل بس بالاذن يعني هيك تقول جمله انه نحن اليوم بدل مثل ما بنقارب علاقتنا بالخارج، كل دولة بتقارب علاقتها على مستوى العلاقات الخارجية مع الدول، بتبلش من المجاورة طبعا. وبتروح إلى الدول البعيدة. نحن اليوم بلبنان كشعوب لبنانية بحاجة أنه نقارب مستقبل رؤيتنا المستقبلية، يعني نحن شعوب ما عندنا رؤية واحدة للمستقبل، ما عندنا اتجاه واحد، في قسم منا بيتجه إلى الشرق بحتا وفي قسم بيتجه إلى الغرب
بحتا، وفي قسم بيطلب المزاوجة بين النظرة الشرقية والنظرة الغربية، في ناس بيعني له الامتداد المشرقي. هلا بعد برجع بدخلك اكثر على المشكله المسيحيه والاختلاف في وجهات النظر بداخل الطائفه المسيحيه، هون تتشعب الامور اكثر. فاذا في ناس عندهم اتجاه مشرقي، في ناس عندهم اتجاه انعزالي بيقول لك انا هوني، في ناس بيقول لك لا انا بدي اشوف مستقبل مثلا وجود المسيحيين في المنطقه هو جزء من استراتيجيتي السياسيه اللي بدي اصرفها في الداخل، في ناس بيقول لك انا ما بيهمني انا بيهمني هون، في ناس اكثر من هيك عم تطلع الى اللحاق بركب التطبيع العربي انه هاي الدول العربيه طبعت مع كيان العدو الاسرائيلي. صحيح، في ترويج حتى لهذا الموضوع. طيب نحن لا ونرتاح وبصير عندنا بحبوحه وبعنا، وعندك قسم اخر بيقول لك هذا الموضوع ما تقربي لا من قريب ولا من بعيد، هذا كله سوى الجو شو عم يخلق؟ هذا كله سوى الجو كيف بينحل؟ اكيد مش حكومه بتحله مثل ما حضرتك عم تقول. فاذا انتفقنا كيف بينحل؟ بمؤتمر تأسيسي بيتحل بطاولة حوار تتعلق بمصير هذا النظام، ولا لم يحن وقت تعديل النظام؟ بدها تنضج إرادة نية الحل، بدها تنضج بالداخل، لأنه ما حدا بيقدر يجي من برا نحن يساعدنا إذا كنا نحن هون ساحبين سلاحاتنا، ولان كانت سلاحات سياسية لحد هلا على بعضنا، واحد منا بده يصفي، كل واحد بده يصفي حساباته مع الثاني، بهذا الجو ما فيك تحكي عن حل. أولا بدها تخلق الإرادة بالحل، إنه نحن بدنا نقعد على طاولة ونقول كشعوب لبنانية هل قادرين نحن نضل عايشين بظل هالمستوى العالي من التناقضات، من الاختلاف في وجهات النظر، او في انه فورمول نحن شي وصفه ثانيه نقدر نستعين فيها بدول في عندها تعدديه وفي عندها تنوع، وهذه التعدديه وهذا التنوع على المستوى الطائفي وعلى المستوى المذهبي وعلى المستوى الاثني وعلى المستوى اللغوي، بسويسرا بيحكوا 18 لغه، نحن كلنا بنحكي لغه واحده، يعني خير ان شاء الله. بروسيا جمهوريه فيدرالية، الولايات المتحدة الأمريكية نحن مش متطورين ومتقدمين أكثر منهم. مش عم بحكي أنا حصرا أنه هلأ أنه أنا عم بحكي أو عن موضوع الفيدرالية، أنا عم بقول نحن كشعوب لبنانية في عنا عدة اتجاهات. مشكلة إذا عم تحكي بموضوع الفيدرالية وحضرتك أمين عام الاتحاد المشرقي، إيه؟ حضرتك مع الفيدرالية اليوم؟ أنا مش مع ولا ضد. أنا ماني عم بقارب الفيدرالية، لا تقارب من منظور هيك أكثر شوي انعزالي تقسيمي، يعني لا لا أبدا مشرقيا أبداً. لا 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 أبدا مشرقيا مش بتتعارض شوي؟ لا أبدا 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 إذا بدك بنحكي فيها اليوم موضوع الفيدرالية، لأنه أخذ صبغة بأيام الحرب وانطرح بطريقة غلط، كرمال هيك صار له صدى غلط. اليوم بالعكس، اليوم روسيا الاتحادية دولة مشرزمة، دولة مقسمة، أبدا. نفس الشيء الولايات المتحدة، نفس الشيء. ما بتثبت أنا الحواجز أول شيء أنا ما بدي فوارق، أنا ما بدي بين طائفة وطائفة. ليش بدك تاخذيها من هذا المفهوم؟ ما بتقولي إنه هي بتبرز الخصوصية وبتعطي الحقوق بشكل عادل أو بشكل صحيح؟ لأنه إذا كانت الحقوق بهذا المشهد اللي مشربك ومعقد ضايعة، الوقت اللي بتروحي بهداك الاتجاه بتكوني عم تعطي الحقوق بشكل محصور ومحدد، فيك تاخديها بهذه وجهه النظر. هلا اذا بتروحي فيها فيك تخدم مين؟ اذا عم نحكي اليوم عن الفيدراليه هيك تنقرشها شوي، مع انه هلا مش موضوعنا وبدنا نرجع للحكومه، بس اليوم طرح الفيدراليه وانا ما طرحتها يعني، لا لا بعرف انا عم ناقش بس انا بس اليوم طرح الفيدراليه بيخدم مين؟ البعض بيقول بيخدم المكون المسيحي بهذا البلد اللي بيرجع بحس حاله انه هو موجود عنده نفوذ معين وبالتالي هو محمي. البعض الآخر بيقول أنه لا، على العكس تماما، هو خدمة للمكون الشيعي بهذا البلد. ليش؟ لأنه فيدراليته موجودة منه فيه، يعني سلطة المالية والنقدية والمصرفية وكل شيء عندهم إياه بمعزل عن الدولة، وبالتالي طرح الفيدرالية لمصلحة من؟ خلينا نقرب الفكرة للناس أكثر. أول شيء نحن نظامنا نظام فيدرالي، فيدرالية طائفية يعني ها. فاذا نحن هون قطعنا اول صدمه، امتصينا اول صدمه. يعني انا وقت اللي بقول رئاسه الجمهوريه لفلان، رئاسه مجلس الوزراء لفلان، رئاسه مجلس النواب، والعدد الفئه الاولى تباشوا هي مش فيدراليه، هذه فيدراليه تحاصصيه او فيدراليه اداريه. هلا اوكي، بعد لها اشكال موسعه اكثر، انه بتصير فيدراليه مناطقيه وفيدراليه الى ما هنالك. انا اللي بدي جاوبه انه هو فيها تكون خدمة لكل هؤلاء اللي عديتيهم. يعني ليش ناس بدها تصورها انه خدمة للمصالح المسيحية بوجه
المصالح السنية يلي هن بيعتبروا انه العروبة ولبنان الكبير وجزء من النساق اللي كنا عم نحكي، او قسم اخر بده يعتبروا خدمة للسنة بوجه الشيعة يلي هن كمان الاقوى على الارض، الاقوى اليوم والامتداد الشيعي والى ما هنالك. لا، انا في لك في اذا انشغل بشكل صحيح وبطريقة، مش بس هيدا، خلينا هلأ نوسع نطلع من الفيدرالية ونحكي عن ماذا بعد. أي شيء نحن اليوم بدنا نجتمع ونقعد على الطاولة ونحكي ونقول إنه نحن كشعوب لبنانية مفروض بقى نلاقي هالوصفة يلي بدها تأملنا مستقبلنا وازدهارنا ومستقبل أجيالنا وأولادنا تنبقى عايشين بهالبلد. أوكي، هذه الوصفة شو ما كانت إذا عملت بطريقة مزبوطة وبطريقة حضارية وبطريقة علمية وأكاديمية مزبوطة، هذه الوصفة بدها تكون لمصلحة كل هالشعوب اللبنانية، يعني كل الفئات، يعني كل المكونات، يعني مسيحية، يعني حتى يعني داخل المسيحية بتحكي عن موارنة، بتحكي عن أرثوذكس، ما كل الناس بدها خصوصيتها. ليش مين يعني كل الناس، مين قال لك انه نحن عندنا بلبنان مشكله مسيحيه اسلاميه مثلا؟ لا سمح الله، وحضرتك ما قلتيش هيك وهي مش موجوده، بس نحن بكل داخل كل مكون، داخل كل طائفه، كل المكونات بدها وترفض. نربطها شوي بواقعنا اليوم، اذا بدنا اربط حديثك باللي عم نعيشه اليوم على الصعيد الحكومي، يعني حضرتك مع النظريه اللي بتقول انه لا حكومه قبل التسويه الكبرى اللي هي الوصف. على الاقل تحديث النظام اللبناني. لا شو؟ لا حكومة قبل التسوية المتوسطة، لأنه نحن مش مضطرين نروح إلى هذا اللي عم بحكي، هيدي الوصفة، هالتركيبة، هالتأسيس الجديد أو تجديد الكونترا من أجل تنوصل لحكومة. لا، برجع بقول لك الحكومة هي موضوع تفصيلي ممكن تخلق جمعة الجاي. بس ساعتها شو هي التسوية؟ نظراً لظرف معين هلأ يستجد، يعني ظرف معين، تقاطع مصلحي معين على خط اتصال يمكن له علاقة بتليفون مع بين دولة ودولة، بين دولة إقليمية ودولة على المستوى العالمي، ممكن تنحل قصة الحكومة. مش هيدا هو هون العقدة. بس هلا يعني إذا بتنحل قصة سعد الحريري مع السعودية بتنحل قصة الحكومة عنا هالقد بسيطة؟ أنا برأيي في شيء أهون من أنه نحن نضل نبحث بهذا الموضوع. خلينا نشوف أنه مين بيقدر يكون تكانت زبطت تكانت ظبطت وتكانت انعملت هالاتصالات بشكل هادي وتعطي نتائج ايجابيه، لانه بتعرفي كل شيء بينعمل بسرعه وتحت الضغط، وهلا هو مكلف ويله الجولات اللي عم بيعملها، ويله شغله كرئيس مكلف، ويله الاشياء اللي شغله كرئيس مكلف، يعني اكيد الاجتماعات يلي بيعملها والسفرات يلي بيعملها، وهلا تحت هالضغط انا برايي ما انه الجو مؤاتي لمعالجه مشكله كبيره بحجم، يعني انه مشكله علاقته مع دوله. بالانتظار شو بنعمل؟ بالانتظار في انتظار لايلول على القليله، وبايلول بتكون نضجت صوره المنطقه، صوره العلاقات الجديده يلي عم تخلق، يلي خلقت بالمنطقه، بس بيكون انوضعت اطارها وتحددت معالمها وتحددت اسقفها إذا بدك وحصصها واللي بدك إياه، وساعتها بتصير الأمور تفصيلية، يعني الاسم الجديد الاسم الجديد بصير تفصيل. لا حكومة قبل أيلول يعني برأيك؟ لا ما في. لا قبل أيلول ما في. واللي واضح من حديثك كأنه ناسي فكرة وجود سعد الحريري على رأس هذه الحكومة. سعد الحريري بهاي المرحلة لن يستطيع أن يشكل حكومة، ولا يجب أن يشكل حكومة كرمال المصلحة الوطنية، وهذه رسالة لبعض المزايدين والشعار بموضوع علاقتنا مع الدول وكذا. أنا بقول لهم لا يجوز بهذه المرحلة الدقيقة يلي نحن بحاجة فيها لكل علاقة إيجابية، لكل انفتاح إيجابي، لكل تعاون إيجابي مع لبنان على المستوى المالي والاقتصادي والسياحي وإلى ما هنالك، لا يجوز أيا يكن تنظهر من لغة الأسماء أن يشكل حكومة في لبنان ولا يكون له علاقات مميزة مع كل دول الجوار. أوكي. بس مع كل دول الجوار، واضح. يعني واضح. مش بس سعودية، كمان عم تحكي عن سوريا، واضحة. بس أنا عندي سؤال، عم تحكي بس مشكلة السعودية أصعب من مشكلة سوريا. هلا بالنسبة للرئيس الحريري يمكن اثنيناتهم لا بالنسبة للرئيس الحريري بعد يتصالح مع بشار الأسد حاليا هيك مش قليل. طيب بس حضرتك اليوم ممكن حدا يطلع يقول انه نحن شو بهمنا من السعودية ومن سوريا، في مكون لبناني سياسي
طائفه اختار سعد الحريري ممثل لإله واللي هو المكون السني، خير. كيف بتجي يعني كيف بتجي حضرتك بتقول انه ايه مش لازم يكون سعد الحريري لانه علاقته لا بالسعوديه ولا بالسوريين أنا عم منيحه؟ بحكي من يعني في المنطلق مكون هو أول شيء، بيمثله سعد الحريري، حبينا ولا ما إيه حبينا؟ طبعا، إيه عظيم. أولا الرئيس الحريري والكتلة النيابية اللي معه هن موضع احترام على المستوى السياسي، في فرق بين المستوى السياسي والمستوى الوطني. اليوم كل الناس كل الأحزاب بتتعاطى سياسة، وقت اللي بنطلع نحن من رئيس حزب رئيس تنظيم معين نطلع إلى كادر الدولة، يعني الرئيس الجمهورية بضل رئيس حزب بصير رئيس كل لبنان، صح. النائب بصير نائب مش بس منطقته، عظيم. نائب الأمة. فإذا بصير في عمل وطني. اليوم بالعمل الوطني أنا هيدي وجهة نظري، أنا عم بقول للمصلحة الوطنية، يعني عفوا من أجل المصلحة الوطنية مفروض أنه بهالمرحلة الاستثنائية اللي نحن فيها انه رئيس الحكومة يلي هو رئيس السلطة التنفيذية يلي هو بيمثل لبنان بكل المؤتمرات يلي هو بيكون مشرف مباشر على السياسة الاقتصادية على كل المنح على كل الهبات على التفاوض مع البنك الدولي على الانفتاح العربي والخليجي يلي هو مرحب ومطلوب ومشكور دائما، هو بده يكون المايسترو تبع هيدي اللعبة. انا عم بقول انطلاقا من المصلحة الوطنية يلي اخذها منهم، يعني انا هاي الافكار اخذها من هالفريق يلي نحن عم نحكي عنه مع كل احترامنا. انا عم بشوف انه من المصلحه الوطنيه انه ما يكون في عندنا رئيس حكومه على مواجهه او تصادم مع دوله اساسيه ومركزيه على المستوى العربي وعلى مستوى المنطقة. بس اليوم في عائق أساسي قدام سوري بس تكون تقوله. كفاية سوري تكون كفاية جوابي، هذا لا يعني أنه أنا قلت رئيس الحريري بيمثل ولا ما بيمثل، هذا لا يعني أنه أنا قلت أنه مثلا ما أخذت بعين الاعتبار أنه الكتلة يعني تيار المستقبل يلي بيمثل إلى الآن الأكثرية السنية. طيب أنا ما قربت عليها بالعكس. عظيم. بس اليوم في عائق أساسي قدام اللي عم تتفضل فيه حضرتك، وهو أنه سعد الحريري منه ناوي لهلأ منه ناوي انه يعتذر او يتراجع، على العكس كل البيانات اللي بتطلع عن تيار المستقبل هي تصعيديه، كل اجواء تيار المستقبل بتاكد انه خيار الاعتذار مطروح بس مش بالمدى القريب. لانه بعده بمرحله المنصور. تقديم الاوراق الاعتماد، يعني هيدي هالاسقف العاليه اللي عم نشوفها، يعني بنلاقي خطاب عم يحكي بايجابيه وبانفتاح بالرغم من الخلاف مثلا بين حزبين او بين تيارين، ومنلاقي بالمقابل انه بيطلع قصف عشوائي. هذا القصف بيضل مقبول بالمناسبة هون بين هلالين وقت اللي بيكون بين حزب وحزب، ولكن هذا القصف العشوائي وهذا التدني في مستوى التخاطب وفي مستوى اللغة انشائيا وسياسيا، هذا التدني بالمستوى بيصير مرفوض وقت اللي بيطال مقام رئاسة الجمهورية ولا أي مقام آخر وطني. هلا كنا عم نحكي عن السياسة وعن الوطني، بالسياسة كل شيء مباح كل شيء مسموح للأسف، أما على المستوى الوطني لا، بدو يضربوا فرام وبدو ينتبهوا كتير منيح الشباب وقت اللي بيكونوا عم بيصيغوا بيان له علاقة بمقام وطني إكس، بدو ينتبهوا كتير منيح على القلم يلي عم يكتبوا فيه وعلى اللغة يلي عم يكتبوا فيها، لأنه هذا المقام لا يمثل فكر سياسي معين هن بيختلفوا معه، هذا المقام لا يمثل حزب أو تيار سياسي معين هن بيختلفوا معه، هذا المقام أولا وأخيرا يمثل قبل أنه يكون ممثل لكل اللبنانيين ولكل الأمة، وأضيف عليهم أنه هو بشكل أساسي يمثل جزء ومكون أساسي ورئيسي وتأسيسي في هذا البلد وفي منطقة المشرق. بتحكي عن المسيحيين، يعني اليوم بتعتبر طبعاً أن تيار المستقبل يتطاول على المسيحيين من خلال تطاوله على مش أول مرة الجمهورية. عنده تاريخ حافل بالتطاول على المسيحيين كلاما ولفظا، وترجم هذا التطاول ميدانيا وعمليا بحرب المنطقة كلها سوا وتحديدا في الحرب في سوريا. بس ليش حطيتها هالقد بهذا الإطار؟ هن معتبرينها مشكلة سياسية، عم بيردوا بالسياسة على هن يردوا بالسياسة، رئيس الجمهورية يردوا بالدستور، يمثل طرف يردوا بالدستور، يردوا بالصلاحيات قد ما بدهم ويتشرعوا قد ما بدهم، وهذا ضمن الديمقراطية ونحن لبنان بلد ديمقراطي ولا نقبل أن يكون غير ذلك، هذا قد ما بدهم يروحوا فيها. أما بالتجريح وبانتقاء بعض العبارات يلي بتشبه البعض منهم ف
فقط، و يعني شو بيقولوا التهجم على الناس والتهكم حتى بكلمة الرئيس الحريري، مع أنه هو بالعادة بيكون شخص مؤدب يعني بيزين كلامه. شو أزلام؟ مين في بلبنان نحن عنا أزلام يعني؟ عفوا، وبعدين مين اللي بيصنف مين الأزلام ومين الأسياد؟ هذا منطق ما بعرف منين جايبه الرئيس الحريري هلا مؤخرا، يعني يعني فعلا عم بيكون عنده حاله ضغط لا يحسد عليها. كمل هيك انا عم بقول انه هو بحاجه لاستراحه سياسيه معينه. قلت لي عم بيقدموا اوراق اعتماد. إيه طبعا. اوراق اعتماد لمين؟ اذا السعوديه مسكره الباب، اوراق اعتماد اصلا يبدو العلاقه اصلا على ما يبدو لهلا علاقه السعوديه مع العهد افضل بكثير من علاقه السعوديه مع سعد الحريري. اوراق الاعتماد تقدم للاشخاص يلي عندنا مشكله معهم، ما بتتقدم يعني للمملكه طبعا، بس مع علاقه سعد بسالك اياه. طيب خلينا فاذا نحكيها بالعربي المشبرح. ايه مثل ما اليوم الرئيس الحريري جزء من مشكلته مع السعوديه عم يدفع برايه هو ثمن التسويه يلي دخل فيها بال 2018 واكثر من ذلك، لانه مش المستهدف العهد لوحده، المستهدف الرئيس يعني اذا بدك المستهدف الاعمق استراتيجيا هو الحليف او الشريك الشيعي يلي هو المقاومه تحديدا، يلي بيعتبروا بالسعوديه انه الرئيس الحريري باللحظه يلي كان بدهم فيها اشتباك مع هذا المكون ما قدر الرئيس الحريري يامن لهم هذا الاشتباك، وهذا يسجل له بكل الاحوال، يعني تما نكون مثل ما حدا يفكرنا انه يعني لا، هذا يسجل للرئيس الحريري انه بوقت اللي كان على مستوى الاقليمي، وقت اللي كانت مأزمة كثير الامور بسوريا وعلى مستوى المنطقه، ما قدر ما امن الارضيه يلي بتامن اشتباك بالوقت اللي كان مطلوب فيه الاشتباك. عظيم. يعتبر انه عم يدفع جزء من هذا الثمن الى جانب ملف خاص. انا ما بدعي اني بعرف تفاصيل بالنقطه السياسيه عم يجي اليوم الرئيس الحريري يقول انه انا انا هل أتسق فعالي مع العهد بوجه العهد. نعم. انا هل أتسق فعالي بوجه التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل، وما راح مرق له ولا شيء وما راح اتغاضى. شو عم هو معتبر انه من خلال هيدي الطريقه بيقدر يرمم ويصلح علاقته مع المملكه العربيه السعوديه بالوقت يلي كل الاوساط الدبلوماسيه وكل العلاقات مع المملكة العربية السعودية اهتماماتها في مكان آخر. عظيم. بس هالرواية مش هذا اللي طلبته. اسمح لي ناقشك فيها نعم. هيدي الرواية لأنه ممكن يعني نتناقش بعدة نقاط. إذا اليوم سعد الحريري تا يقدم أوراق اعتماد للمملكة مثل ما حضرتك عم بتقول عم بيعلي السقف بوجه العهد، نعم، وخلافه الأساسي مع المملكة هو حول التسوية مع العهد اللي هو حليف حزب الله. مشكلة المملكة مع العهد انه حليف حزب الله، مش مشكلة عندها مشكلتين مع مش مشكلة مع ميشيل عون كشخص. بلا ميشيل عون بلا. بس المشكلة الأساسية في أعطي هالجزئية جواب على هالجزئية. تفضل. أثبتت التجربة في المنطقة من وقت الربيع العربي إلى اليوم انه في مكونين بيعملوا مشكلة بلبنان. المسيحي القوي، يعني يبدو في حدا بالمنطقة عم بيخسر أوراق، عم تتراجع نقاطه، عم يتراجع حضوره في المنطقة، عنده مشكلة. ما عنده مشكلة معي كمسيحية أنت على المنطلق الطائفي، بالعكس في يكون على أحسن علاقة مع أحزاب مسيحية ومع شخصيات مسيحية ورايحين جايين ويا لطيف. عنده مشكلة أنه يكون عندك حضور قوي. عظيم. أكان في لبنان، أكان في سوريا، أكان في العراق، أكان في هالمنطقة كلها سوا. وطبعا هناك مشكلة كبيرة مع نمو وتصاعد الدور الشيعي في المنطقة. بس أنا إذا بدي لأنه كمل هيك ما عنده مشكلة سوري بس ما عنده مشكلة مع الشيعي ضعيف. واضح ما عنده فكرة. مشكلة مع مسيحي ضعيف أكان رئيس جمهورية ولا قائد جيش ولا حاكم مصرف لبنان ولا حاجب ولا شو ما كان. عنده مشكلة مع منطق قوة الحضور وقوة الدور.
عظيم، هيدي وجهة نظرك وان كان ممكن نناقش فيها، لانه اليوم علاقة المملكة بالعهد بالعماد ميشيل عون يبدو انه فاتت بمسار جديد، يبدو انه بطلت فيها هيك علامات استفهام مثل ما شابتها بالفترة السابقة. قلت لك انه الشو اوف كله يلي عم بيصدر وهالبيانات كلها هيدي يلي عم تصدر، هي قيمتها بالنسبة للمملكة العربية السعودية لا تسوي الحبر اللي عظيم اللي عم تكتب فيه. عظيم، بس بنقطة حزب الله، إذا اليوم المملكة مثل ما قلت لي عاتبة على سعد الحريري أو تلوم سعد الحريري لأنه كان بدنا الاشتباك مع هو الشيعة بفكر هيك. مع الشيعة أنت ما أمنت لنا هذا الاشتباك، عم تقول لي اليوم عم بقدم أوراق اعتماد من خلال الاشتباك مع العهد مع التيار الوطني الحر والرئيس عون، بس ما اللي بده يقدم أوراق اعتماد ما بيروح بفاوض حزب الله والثنائي الشيعي وبيعطيهم اللي بده اياه، واللي بده يقدم اوراق اعتماد للمملكه، يعني في تناقض، اللي عم بيقدم اوراق اعتماد للمملكه مش بيسلم بوزاره المال قبل كل مفاوضات، بيطلع بيقول على الهواء مباشره وزاره المال ما في نقاش عليها، ما فيها شويه تناقض الفكره؟ هي ما فيها تناقض الفكره، كيف؟ هي فيها واقعيه من قبل الرئيس الحريري. يعني ما بيسترجع على حزب الله هيك بفهم؟ خطة أولى بطريقة تانية. الرئيس الحريري عنده قدر كافي من الواقعية، يعرف كيف يعمل اشتباك على الساحة الداخلية بدون ما يكون عم بيروح باتجاهات غلط. لا، اليوم من الواضح أنه استهدافه كله سوا متركز على موضوع العهد، على موضوع رئيس الجمهورية، على موضوع الطيار. هو حاطط كل مجهوده بهالخانة ومنه بحاجة أو منه بالوقت المناسب يمكن أنه أو ما عنده القدرة المناسبة السياسية أنه يفتح اشتباك مع الطائفة الشيعية. نظرا ما بدك تاخدي ما بدك تنسي تضلك تاخدي بعين الاعتبار الحساسية في المنطقة وليس فقط في لبنان المذهبية يلي انشغل عليها كتير كمان، وللحقيقة أنه الكل في لبنان سنة وشيعة كان لهم فضل كتير كبير أنه نحن ما انزلقنا بهذه المندركات طبعا يلي كانت مطلوبة منا. طبعاً لا، فربما لهذه الاعتبارات قد يكون التصويب باتجاه معين ولا يكون باتجاهات أخرى. عظيم. هلأ مش مهم كيف تصاوب أو عمين، مهم تصيبة. هل يعني الواحد بيعمل مراجعة، هل هالنهج يلي ماشيين فيه الشباب من وقت ما بلشت الحرب بسوريا الى اليوم، تعال نرجع شوي صغيره لورا هيك بنصير نشوف المشهد شوي اوضح، من وقت اللي بلشت الحرب في سوريا الى اليوم صرنا نحن بدنا نعمل ملكيين اكثر من الملك، وهذا يلي اسبوع الجاي بده يسقط بشار الاسد وهو ما فيش يعمل مختار بضيعته، وهذاك يلي بده يدعم ويساعد وبطانيات وكذا. طيب هل هالخيار؟ طيب ما اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بتعمل مراجعة كل 4 سنين عن سياستها، عم بحكي على المستوى الأمن القومي وعلى المستوى الاستراتيجي. طب انتو هون خير ان شاء الله، ما حدا منكم بيقول يا عمي نحن ربح، طب هالخيارات كانت صحيحة، هالخيارات كانت غلط. طب من بعد هالتجربة السوداء يلي شفتوها تحت وقع الأعلام السود والسيوف يلي قطعت الأعناق والرقاب في سوريا، طب انتوا ما حالكم بعد تعرفوا انه خياركم كان غلط؟ من كان البديل عن رئيس الاسد في سوريا؟ هلا شو المشروع؟ لا استاذ الياس، عليها نقاش طويل عريض. نقاش شو؟ ما بيطلعوا كمان في اصوات بتطلع بتقول لك ما داعش والنصره هي صنيعه النظام السوري. هذا مش بطل نقاش، هذا صار هذا الموضوع بيقولوا لك القيادات اللي انقبض عليهم طلعوا هن مرتبطين بالنظام السوري وهن صنعوهم حتى يقضوا على ثوره الشعب، يعني هيدا نقاش انا ما بدي فوت فيه. هيدي جدليه، ولكن هذا مش جدليه. بس أنا سؤالي يعني اللي بفهمه منك إنه سوريا بالمرحلة المقبلة بصلب المشهد اللبناني وعندها دور أساسي وكأنه بتزكية اسم على آخر برئاسة الحكومة. مش عند الدور السوري، السوري السعودي. ايه بموضوع السعودي يعني السعودي فهمنا معودين على هالفكره. طيب في شغله بدنا نعرفها، بس السوري في شغله بعد 10 سنين لا مستجده، في شغله بدنا نعرفها بالمنطقه. اليوم هالفراغ العربي كله والغياب العربي عن كل ما كان يجري في سوريا، الغياب السلبي مش الغياب الايجابي، هل عزز وخدم الدور العربي، مؤسسات الدول العربية، جامعة الدول العربية، الدور العربي في المنطقة، ولا ضعفه وتراجع فيه لورا لمصلحة بشكل أساسي المنافس الرئيسي عندهم على الساحة والموجود ميدانيا وعمليا على الأرض بسوريا لمصلحة التركي؟ اليوم العرب أمام استحقاق،
هل بدهم يرجعوا يستعيدوا هذا الدور؟ أم بدهم يضلوا ماشيين بمسار يضعف هذا الدور أكثر؟ لا، من الواضح أن هناك خيار عربي، أن هناك توجه، أن هناك قراءة وإعادة نظر عربية تحاكي الواقع. الواقع المستجد في سوريا اليوم أن سوريا انتصرت. نعم. فإذا الدول العربية تتعاطى مع هذا الانتصار على هذا الأساس. مش في مبالغة شوي بهذه القراءة لما بنقول سوريا انتصرت وأن الدول العربية تتعاطى مع هذا الواقع؟ حتى الآن تطور ملموس على الأرض ما صار فيه. في وقت انحكى انه في فتح سفارات وسوريا رح تحضر اجتماع جامعه الدول العربيه المقرر بالاسابيع المقبله، والسفاره الاماراتيه موجوده في دمشق بس بعده باطار الحكي. والوزير السياحه تم ماشي السياحه السوري زار الرياض. طيب ما نحن من شهرين ومن ثلاثه ومن ست اشهر وين كنا؟ من سنه وسنتين وين كنا؟ يعني برايك على العكس تسويه سريعه. طبعا أيلول. ترجع معك فإذا لتفاصيل الحكومة عنا، وإن كان هلأ نسفت لي كل شيء خاصه بالحكومة لأنه معتبر أنه ما في حكومة لأيلول. يعني الدور اللي عم بيقوم فيه، سمعنا عن دور يقوم به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، انحكى أنه عم يسعى لعقد لقاء ثلاثي بقصر بعبدة بضم الرئيس بري، الرئيس عون والرئيس الحريري. بركي بتتشكل في شيء جديد بهيدي النقطة ولا خلص؟ يعني اليوم أنا آخر أجواء بما يتعلق بالمبادرة بشكل عام هي أنه في أجوبة يعني ناطرها الرئيس بري من الفرقاء، من الفريقين المعنيين بشكل رئيسي. بتصور أجوبة بشو؟ وزيرين المسيحيين؟ وفي يمكن نقطة تانية لها علاقة بالحقائب. يعني بموضوع الحقائب، وفي شيء له علاقة بوزارة الداخلية ووزارة العدل. يعني في التركيز صار تقريبا هون. بتصور انه صار في تأخير، يعني عم بيلمس الرئيس بري انه في تأخير بالرد بالجواب. تأخير من مين؟ من سعد الحريري تحديدا، من ناحية الرئيس الحريري. وهذا مش سر، يعني هذا موضوع انحكى عنه بالدوائر والأوساط، وانحكى عنه كمان بشوي بالإعلام انه في نوع من يمكن انزعاج او امتعاض، ولكن في اصرار من المنطلق الوطني، من منطلق المصلحه العليا والمصلحه العامه، انه لا يا جماعه، قد ما كانت التناقضات كبيره وقد ما كانت التشعبات الاقليميه وتاثيراتها على الوضع الداخلي، نحن مفروض اليوم ما بدنا ننسى شغله يلي هي لقمه العيش يلي هي مهدده اليوم. نحن مش عم نحكي عن خيارات كبيرة ولا انه بنعمل هذا الجسر ولا بنعمل هذا المترو النفق. نحن عم نحكي اليوم انه في دواء ولا ما في دواء، في استشفاء ولا ما في استشفاء، في مواد غذائية ولا لا، في كهرباء، في فيول، في اشتراك، في موتيرات. هالقد اليوم الوضع دقيق وحساس. بس اليوم في قراءتين كمان متناقضتين من اللي صار بقصة مبادرة الرئيس بري. البعض بيقول مثل ما عم تقول حضرتك انه هناك تضييع للوقت، وكأنه سعد الحريري ما بده يشكل، في مراوحة قاتلة، ما قدم المطلوب منه، في أجوبة ناطرينها ما قدمها. بس البعض الآخر حمل علنية جبران باسيل مسؤولية سقوط مبادرة الرئيس بري أو ضرب هذه المبادرة، وحتى أنه نحكى باللقاء اللي وصف بالعاصف بين الخليلين وجبران باسيل. البعض وقت اللي بيكون هذا البعض من جهة المطلق المبادرة بيكون له حق انه يوصف من يستهدف المبادرة او يعرقلها. وقت اللي بيكون هذا البعض من المراقبين السلبيين يلي دائما ناطرين على المفرق وناطرين على الكوع من اجل التصويب السياسي والاستهداف السياسي باتجاه معين، بيكون لا قيمة لهذه القراءة. اليوم صدر بيان توضيحي من باجواء اللقاء يلي صار انه ما كان عاصف. وبعدين في شغله اليوم، خلينا نحكي شوي بقصه الوزيرين المسيحيين لانه هي على الاقل العقده الاساسيه بهذا الملف. نعم. طيب اليوم انحكى انه تنحل هيدي العقده على قاعده اسماء مشتركه بين الرئيس عون والرئيس الحريري، اثنيناتهم بيقبلوا فيها. مين نصف هيدي الفكره؟ الرئيس الحريري رفض هذه الفكره. المشكله اليوم هي مشكله ثقه. والمشكله مش مشكله وزيرين ولا مشكله اسمين. برجع برديك لبداية موضوعنا تتشوفي انه كيف كله بيلحق بعضه. اليوم المشكلة مشكلة توازنات.
داخل السلطة، توازنات داخل هالدولة. هذه التوازنات لها علاقة مباشرة بالحضور وبالدور للمكونات. نعم. يعني اليوم وقت اللي بيكون الرئيس الحريري عم بيحكي عن الوزير السني، ما بيكون عم بيحكي عن شخصه، بيكون عم بيحكي بالنيابة عن مكون. وقت اللي الرئيس عون نفس الشيء، بيكون عم بيحكي عن مكون. اليوم نحن وصلنا إلى مطرح في أزمة بنيوية، أزمة لها علاقة بعلاقة المكونات بعضها ببعض. هيدي الأزمة، أو نحن أمام خيارين، أو بدنا نروح إلى ترميمة وكمان نعطيها شوية إنعاش، يعني نعطيها شوية وقت إلى الأمام تتضاين وتستمر، أو بدنا نروح إلى حل جذري فيها. حل جذري على ما يبدو هلأ من المستوى يعني الإقليمي بعيد، بعد بعد منه ناضج. فكرمال هيك خلينا نروح بس بأقل كلفة، يعني طالما أنه نحن واصلين للتسوية، خلينا نروح بأقل كلفة، وخصوصا كلفة مباشرة على المواطن وعلى الشعب اللبناني. لأنه اليوم إذا كان في شيء إيجابي وحيد ممكن تحققه الحكومة بالرغم أنه ما رح فيها يعني تعمل. اليوم شو المطلوب؟ بس أفهم منك هيك، إذا بدنا نبسطها على صعيد الحكومة، من مين مطلوب التنازل اليوم أو التراجع بالملف الحكومي؟ مطلوب من الرئيس عون يطلع ويقول إيه خلي سعد الحريري يسمي الوزيرين المسيحيين وأنا ما بدي شيء من هذه الحكومة؟ مش هيك. مش هيك. هلا في مبادرة انعملت باتجاه البطرك، كانت بتقدر غبطة البطريرك كان يسمي، كانت رفض. بتقدر هو رفض من منطلق، اولا من منطلق مقامه المحترم، ورفض من المنطلق الوطني انه انا اليوم عندي دور وطني. مش في وجهة نظر، بس اليوم يلي قدم هذا الطرح ما كمان كان منتبه لمقام غبطه، وكان بيعرف مقام غبطه، بيعرف يعني أهمية هذا الدور وعمقه وسموه وعلوه. بس مرات ما كمان في حالات استثنائية بيجوز فيها اليوم إذا بدك الاستثناء، أو بيجوز فيها توسيع الكادر أو البكار، بيجوز فيها ما لا يجوز بالحالات العادية. يعني اليوم من المؤكد انه غبطة البطريرك مش مطلوب منه يدخل بالاسماء والتفاصيل في الحالات العادية، بس اليوم اذا كان التدخل بهالاسمين، انا مش عم بقول انه يعني هو طبعا جاهز وحاضر دائما من اجل القيام باي دور ايجابي، بس تنضج يعني العملية. هي وحدة من الحلول. بس البطريرك هيدي وحدة قال انا ما بسمي وما رح سمي. عم بقول عظيم، طالما رفض كيف تنحل هيدي القصة؟ اليوم في كلام طالع بالصحف بدك انه قبل ايلول، يعني هلا حضرتك نصفت لي اياها انه هي بايلول تنحل، بايلول تنحل؟ بايلول اول تشرين اوائل تشرين تنحل. بيقبل سعد الحريري ساعتها وزيرين مسيحيين بسميهم بالشراكه مع الرئيس عون، او من بموقع اضعف يعني، او من سينوب عنه بهذه بمهمه تشكيل الحكومه. لانه اليوم طالع كلام بالصحف وهذا بدي اسالك عنه، مصادر تيار المستقبل بتقول انه ايه نحن طبيعي جدا انه ما نقبل يكون في اسمين بالشراكه مع الرئيس عون. ليش؟ لانه الرئيس عون عنده 8 وزراء، اي اسم بالشراكه ممكن واحد من هالاسمين يصب مع الثمانيه وهيك بيكون اخذ الثلث بهذه الحكومه. مصادر تيار المستقبل بالوقت الحالي لن تكون جاهزه انه تقبل باي طرح بالوقت الحالي. وبرجع بقول لك مشكله الثلث الضامن او الثلث المعطل ومشكله النصف زائد واحد هي كلها مشكله توازنات، مشكله توازنات واضح راح تضل قائمه طالما الخلاف على التوازنات والاشتباك باتجاه هذه يعني بحلبه هذه التوازنات قائمه، راح تبقى هاي المشكله قائمه. عم تردد لي لايلول لايلول لايلول، بضل في بلد مش مشكله التوازنات كيف تنحل؟ بس بالاطمئنان، وقت بيصير في اطمئنان بترتاح المكونات، بتحيد النظر شوي عن مشكلة التوازنات. نعم. كل المشكلة وين؟ وقت بتحطي كل المكونات أمام خيارين، أما الزوال أما المواجهة. كل المكونات رح تختار المواجهة، وهذا يلي عم بيصير هلأ على أرض الواقع. صحيح. وقت اللي وقت اللي بيزول الخطر الزبادك الوجودي أو الخطر الكياني عن هذه المكونات، بتدب عدة المواجهة وبتروح إلى الانفتاح باتجاه الحلول السياسية. بس ما قلت لي من هلأ لأيلول
منضاين في مرحلة صعبة. نحن بعدنا بحزيران، يعني عم نحكي حزيران تموز وآب وأيلول، أربعة أشهر. في مرحلة صعبة، في مرحلة صعبة لها علاقة بموضوع الاحتياط، لها علاقة بموضوع نحن كل شيء بنشتريه يعني من الخارج، التحويلات المالية، الاعتمادات، لها علاقة بالفيول وبالأدوية بشكل أساسي، المستلزمات الطبية. لا نحن قادمين على مشكلة. هلا بتقطع إذا كان في، رح أقول لك كيف تقطع وكيف ما بتقطع. إذا كان في حسن إدارة لهالمرحلة نعم تقطع بأقل ضرر، بس حدا بيضمن بس في أضرار إنه تقطع؟ حدا بيضمن إذا مثل على شاكلة رح جاوبك، إذا مثل على شاكلة اللي كنا عم نشوفه هاليومين ثلاثة 3900 1500 وهلا اربع على الفريش دولار بده يدفع الحاكم جمعية المصارف بتقول له تفعل من المصريات اللي مدينينك اياهم. اذا بهذا المشهد التهريجي الكاريكاتوري يلي عم نشوفه اكيد ما بتقطع. يعني ما فينا نراهن، يعني ما فينا ننطر ونقول انه ايه فينا نقعد نحن مش ناطرين من هلا لايلول تنشوف بالاقليم شو بيصير المشهد. نحن مش ناطرين، نحن فتنا بالمرحله القاتمه، فتنا بالمرحله القاتمه مش من هلا، من 10 و15 يوم فتنا بالمرحله القاتمه. هلا كيف بنخرج؟ شو بيجي عوامل خارجيه مساعده لها علاقه بمبادرات اغترابيه، لها علاقه بمبادرات صديقه، لها علاقه بتعزيز التوجه الشرقي لانه هلا ايامه هو فاعل، وفخامه الرئيس حطه على السكه والشغل ماشي وان لم يكن بالاعلام. يعني هذا الخط العراقي الاردني كمان له دور بالأكسجين. المبادرة اليوم الوجود الفرنسي بالرغم من كل التقييد يلي قيد فيه، بالرغم من كل إذا بدك الحصار للمبادرة الفرنسية يلي تعرضت لها، بعدها موجودة. يعني أوكي ممكن بحسن إدارة أنه نحن نجتاز هذه المرحلة، بس لعب على حافة الهاوية، مش بالهاوية. ايه لانه نحن بالهاوية، نحن بالداركنس داي 100%. يعني ما بعرف قديش فينا نراهن ونقول انه ايه بدنا نجرب نقطعها من هلا لايلول تنشوف شو بيصير بالاقليم وكيف بينعكس علينا، لانه من هلا لايلول فتيل صغير. مين كان بيقول $6 على الواتساب تعمل ثورة بالبلد لك لوين وصلنا؟ مزبوط. ما حدا بيعرف أي فتيل ويمكن يكون هذا الفتيل ممكن يودينا لمطرح، وممكن يكون هذا الفتيل هو باب الحل. مين قال لك إنه المجتمعات يلي بعد ما تحركت لليوم لأسباب معينة اجتماعية وأسباب سياسية معينة، مين قال لك إنه هي مش بأي لحظة من اللحظات ممكن انه تنزل وتتحرك وانه تقلب الطاوله؟ ومين قال لك انه هذه التحركات لن تكون هي مدخل للتسريع بالحلول؟ يعني هي مدخل عم بتقول لهم للدول الاقليميه يلي بعدهم عم بيتفاوضوا على الرايق، سرعوا بمفاوضاتكم. مدخل للداخل يلي بعدهم الفرقاء السياسيين مثل ما عم تقولي عم بيلعبوا على حافه الهاويه، انا قلت لك بالهاويه عم بيلعبوا، تحسهم وتقول لهم انه خلص صار. شو عم بتلمح؟ معلش خلينا نحكي القصص مثل ما هي. أنا بتلمح على دور الشيعي، دور حزب الله. انا عم بقول بدون ما ادخل بالتصنيف، ما قلت لي ناس ما تحركت بعد في من كل المكونات، بس هاي الأكترية، بس من كل المكونات. شو بيعملوا يعني شو السيناريو؟ بيعملوا خلص بيعملوا بينزلوا على الشارع شو بيصير؟ طبعا يعني. ليش شو الشارع يعني شيء مش منيح؟ يعني اليوم وقت اللي بتجوع الناس، لا وقت بس بينزلوا على الشارع تيتظاهروا ضد مين؟ ضد الرئيس المكلف هن مساكين فيه قبل اي حدا تاني، ضد الرئيس. لا 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 طبعا اليوم لا. اليوم ضد مين بالشارع؟ اليوم بطل في بطلت القصه عم تتاخذ بالمفرق. اليوم في وضع وقت اللي بده ينتفض المجتمع بينطفد باتجاه هالوضع القائم، يعني بتتصعد الأزمة أكثر. أنا بعطيك سيناريو معين ومنصير في بشيء قانونا يصنف أنه هو على مستوى عصيان معين مدني، خلص هذا بيفرض السيناريو قد ايه بيفيد حزب الله؟ بيفرض على كل القوى الداخليه والخارجيه التحرك باتجاه بلوره حل سريع. بس هذا السيناريو بيفيد حزب الله ولا لا بيضره؟
البعض بيقول انه لا طبعا بضره هيك سيناريو، لانه ساعتها ببطل قادر انه يضبط شارعه، بيظهر من تحت عبايته، اذا شارعه ظهر من تحت عبايته هونيك مشكله كبيره، وبالتالي حزب الله ما راح يفوت بهيك مغامره. كل ما يجري في لبنان حاليا من ترهل في الاداره، من ضعف على المستوى الاقتصادي والمالي، من تهلهل هذه الوضع المتهلهل اللي في لبنان، هو لا يخدم حزب الله لسبب بسيط. حزب الله الذي انتصر على إسرائيل ميدانيا، أجبر على الانسحاب بال2000، انتصر عليها ب33 يوم بحرب تموز، فارض معادلة توازن الرعب وفارض قواعد الاشتباك هو إياها، أكيد هو متضرر من لبنان الضعيف، من لبنان اللي في فشل على المستوى الإداري، على المستوى السياسي، على هذه المستويات. فإذا حزب الله بالوضع القائم طبعا هو متضرر. الشق الثاني من سؤالك بما يتعلق بالمجتمع، أنا برأيي اليوم المجتمع الأكثر تماسكا وانضباطا بالمعنى الإيجابي، مش بالمعنى يعني يعني المقيد أو شيء، الأكثر انضباطا هو، والحمد لله، يعني الحمد لله على هذه النعمة، إنه هذا المجتمع هو مجتمع منضبط ومتماسك وملتزم وله قيادة حكيمة على يعني تدير وتدبر أموره وتدبر شؤونه، ولا كانت المشكلة كبيرة، كانت المشكلة على المستوى الاجتماعي، على المستوى، على كل المستويات. بدي تابع معك بهيدي الحلقة، ولكن اسمح لي ناخد فاصل آلي، ويا ريت كل المشكلة من بعد الفاصل نحكي منكفي بهيدي الفكرة. بدي أحكي، لمحت كذا مرة لبدائل عن سعد الحريري، بدي أسألك عن طاولة الحوار اللي عم ينحكى عنها، الاستقالات من مجلس النواب، كل المشهد السياسي والانتخابات النيابية المقبلة، ولكن مشاهدينا خليكم معنا بعد الفاصل. مشاهدينا بنرجع بنرحب فيكم، استاذ الياس المر امين عام الاتحاد المشرقي، كمان بنرجع بنرحب فيك، رح نتابع معك، ولكن اسمح لي روح لهالمداخله الهاتفيه مع دكتور لويس حبيقه الخبير الاقتصادي، تنشوف سوا شو قصه التعميم اللي صدر اليوم عن مصرف لبنان، هل يطبق لا يطبق، تلتزم المصارف لا تلتزم، عندها قدره على هالشيء. مساء الخير دكتور حبيقه. مساء نور، اهلا وسهلا. يا اهلا فيك. اليوم طلع تعميم عن مصرف لبنان، اكيد حضرتك اطلعت عليه، يتعلق بقصه ال $400 فريش و $400 على سعر الصرف. اولا بدي اسمع من حضرتك تقييمك لهذا التعميم، والى اي مدى هو قابل للتطبيق بظل رفض جمعيه المصارف له. اول شيء هودي اموالنا، اموال المودعين، يعني الغريب انه صايره مش كانه عم يمننوا علينا انه نرد لكم اموالكم، يعني هودي اموال الناس، وبالتالي اذا اعطيتي $400 او 200 او 500 او اللي هن، انه في شيء كمان مثل كانه هيدا حسني عم بيعطونا اياها. صحيح. لا، انه هيدا الطريقه بالتعامل مع الناس مش مضبوطه، انه هيدي اموال الناس عم تردولهم جزء بسيط منها، وبعدين حسب حسابك باخر تشرين الاول 2019، لا يعني تخليك مين بيتذكر منا اذا عنده حساب شو كان بالتشرين الاول 2019، يعني في شيء كمان مش منطقي بهالقصه هاي. على كل حال، الشيء الغريب انا لقيته الاسوء شيء فيها انه مصرف لبنان بياخذ قرار والمصارف بتقول ما معنا مصاري لندفعه، يعني المنطق بيقول انه مصرف لبنان كان بيتشاور مع المصارف قبل، يعني هيدي يعني بتنزع صوره القطاع المصرفي والمالي اكثر، انه مصرف لبنان عم بيقول بدكم تدفعوا، هن بيقولوا ما قادرين، ما معنا اموال. نعم. حساباتنا مع المصارف الكورسبوندنت بانكينج برا هي سلبيه مليار دولار. صحيح. طيب انه في شيء كمان، بس كيف ما في اموال؟ خلينا نستفسر منك، نحن اللي فهمناه بمعلومات صحفيه يعني مش صادره عن مصرف لبنان ولا اي جهه رسميه، انه المصارف ممكن تكون قادره تدفع من خلال 3% اللي هو التعميم السابق اللي ألزمها فيه الحاكم، انه ترد 3% من الرساميلها بالخارج تحطهم بالمصارف المراسله تردهم، وانه في اللي حولوا اموال للخارج بالفتره السابقه ألزموا المصرف اللبناني يردوا 30% اذا ماني غلطانه بهيدا الرقم، انه هودي كلهم ممكن يسمحوا للمصارف ترد.
بالمصارف عم تقول ما معنى الاموال برا، بعدين خليني افترض انا في مصاري بالكوريسبوندنت بانكينج، كيف بعدين بدك تقدري تشتري؟ لانه لبنان بلد بيستورد كل شيء، وتستورد كل شيء بدها تروح من حسابات البنوك برا للتجار برا والمصانع. اذا المصارف اللبنانيه فضت حساباتها بالكوريسبوندنت بانكينج، كيف نقعد نحن فينا نستورد بلبنان؟ يعني بأبسط الأمور أنه قرار اعتباطي، يعني ما بنعمل هيك بكل الحالات. يعني مفروض كان يقعد مصرف لبنان مع جمعية المصارف أو مع المصرفيين ويشوف شو بيقدروا يعملوا وشو ما بيقدروا يعملوا وبعدين بيطلع القرار. يعني هلأ طلع كأنه مصرف لبنان هو إذا بدك الملك، نعم، والمصارف هن الشاطين. يعني مع أنه كلنا بنعرف أنه الكل بالهوى سوا، يعني أنه ما في هذا منيح هذا عاطل، الوضع هو وضع الكل. اذا في شيء غريب من هالناحيه هاي. وبعدين دغري جمعيه المصارف ردت. هلا انا اللي بقوله انه مفروض يرجعوا للصفر يجتمعوا ويطلعوا التعميم اللي بيقدروا المصارف تنفذه، لانه شو النفع تعملي تعميم المصارف مش قادره تنفذه؟ في مصارف مش قادره، انا بصدق انه في مصارف مش قادره. يعني كلنا بنعرف قديش صعب تسحبي 100 دولار من البنك. نعم 100 دولار. هلا هي المصارف شو عم بتقول؟ عم تقول نستعمل الاموال، خلي مصرف لبنان يستعمل الاموال اللي نحن حاطينها عنده، هي الفكره من الموضوع؟ هي اليوم بمصرف لبنان في 15% من الودائع اللبنانيه كلها او الاحتياطي الالزامي. احتياطي هذه 15 مليار دولار. اليوم عم تقول المصارف نزلوا الاحتياطي الالزامي، قام مصرف لبنان اليوم نزل من 15 ل 14، مش كافي هذا لتحل المشكله. هلا لتحل المشكله بدك تنزل من 15% ل 10%، يعني تحرر 5 مليارات دولار. بس هال 5 مليارات دولار يعني مصرف لبنان والمصارف بيعرفوا انه مش لهم، هول للناس. نعم. يعني هودي هم مش على ذوقهم بيتصرفوا فيهم. هودي هو مصريات العالم، يعني ما يرفحوا جميلي حدا انه هو عم يردوا لنا اياهم. هو المفروض نحن نقرر كيف بدنا نسترد، مش هو بده قرر 400، رح نصير موظفين عندهم يعني 400 دولار بالشهر مش كثير. نعم دكتور، بس تأفهم منك ان حكى كثير قبل انه اللي رح يستفيد من هيدي قصه تحرير الودائع إذا جاز التعبير هن أصحاب الودائع الصغار، يعني من ال 50,000 ونزول. اليوم بحسب التعميم ما نذكر هالشيء، صح؟ يعني إذا أنا عندي وديعة بمليون دولار فيه استفيد كمان إذا بعدها بلبنان طبعا. مضبوط. لا بس انا برايي بعد ال 50,000 دولار اوكي ما ذكروه اليوم، مضبوط، بس يمكن براسهم انه هذا ديجا مذكور سابقا. وبالتالي مع انا اكيد بده للمودعين الصغار 50,000 ونزول. بعدين الشيء الخطر بهذا انه طيب اليوم اذا انت قاعد تستورد دواء وبنزين وعم شوف البهدله على حطات البنزين، يعني بعدين الدواء والاكل والى اخره، كيف بده مصرف لبنان؟ مصرف لبنان كان لحد هلا عم يستعمل زورا اذا بدك شويه من الاحتياطي الالزامي، ممنوع يستعمل الاحتياطي الالزامي، هي اموال الناس. طيب هلا انه فتنا بازمه ثانيه كمان اضرب من قصه الودائع، انه كيف اذا مصرف لبنان ما معه شيء كيف بدك تستوردي هلا الدواء والى اخره والقمح والى اخره؟ يعني من قال انه هذه الخطوه، قال صحح لي انه هذه الخطوه تترافق مع قصه رفع الدعم غير المعلن، وانه تترافق مع اقرار الكابيتال كنترول اللي هو يبدو شارف على الانتهاء بلجنه المال والموازنه، مشان هيك ممكن تحرير الجزء من هذه الودائع. طيب اذا حركت الشهريه ورفعت الدعم كليا، يعني كمان بدك تتاملي انت تناك البنزين تصير 150,000 بالاخر، يعني كمان منه هذا هالشيء الحل الايديال. بعدين قصة الكابيتال كنترول، اوكي اللجنة يمكن تخلص من فيها منها التنامي، بعدين بدها تروح على المجلس النيابي. طبعا المجلس النيابي في رح يكون في نقاش طويل عريض، يمكن بعدين ما يتوافق على شيء، وبالتالي مش اكيد رح تمرق. يعني عم بيرفعوا شيء مش مفهوم او مش واضح. يعني برايك خطوة اليوم ما رح تصير؟ انا برايي ما رح تصير، وانا برايي مصرف لبنان عم بيعول على الوقت باي معنى، انه بيقول لك من هلا لاول تموز بركي الله بيرضى علينا وبيصير في حكومه والامور بتتحل حال وبيفت له شويه مليارات من برا عبر استثمارات او مغتربين او صندوق نقد او بنك دولي او الاخر، يعني عم يجرب يلعب على الوقت. بس لا يمكن الزام المصارف دكتور حبيقه، يعني هذا التعميم ما فيهم يلزمون.
كيف التلزيم اذا انت بتلزميني ب 100 دولار وانا ما معي 100 دولار؟ عرفتي كيف؟ يعني لن يطبق حبر على ورق بفهم منك. انا برايي ما بيطبق، بعدين الاطفال في احكي معهم قبل، يعني هيدي الطريقه انا زعجتني كمان اكثر، انه عم تقول لهم انتم اعملوا بقول لك هيك انا مش قادرين، طالين صاير ماضي بيان طويل عريض، انه اول شيء بتشوف هن شو قدرتهم ضمن هالقدره، يعني ما هيدا فريق واحد، يعني وقت نحكي على الفريق المصرفي بلبنان، مين هو؟ المصارف ومصرف لبنان، يعني اذا هالفريق عم بخطط بعضه يعني شو بدك تحكي بعد عن كل شيء بقي بالبلد؟ في حال تمت تأختم معك في حال تمت هيدي الخطوه خلافا للي حضرتك عم بتقوله وتحرر جزء من الودائع 400 دولار فريش و400 دولار على سعر السوق، شو الانعكاس هيدي الخطوه على سعر الصرف؟ اوكي، اهم شيء انعكاسها على تحريك السوق بالبلد، يعني الاسواق والمولز والمحلات، يعني وقت الناس صار فيها تقبض ممكن تصرف اكثر، بس انا برايي ما رح يصرفوا اكثر، لا يعني ما في استقرار لان في خوف، لانه في خوف اليوم اللبناني اذا معه 100 دولار بحطه بجيبته بقول لك انا مش عارف بكره شو رح يصير فيي، وبالتالي ما رح تنعكس. هلا على سعر الصرف انا بشوف ما رح تاثر على سعر الصرف، لانه سعر الصرف بتاثر اذا بدك بالوضع العام ككل وبكل شيء جديد على البلد، هيدي اموال جواتها وهي اموالنا ديجا، يعني هذا مش شيء اكسترا جاي. ايه بس هي اموال كانت محجوزه ما كنت قادره انا اتصرف فيها، اليوم صار عندي قدره اتصرف فيها، صار في دولار، يعني مش مفترض تخفف توطي سعر صرف الدولار قدام الليره؟ لا انا برايي ما راح تاثر، لانه مثل ما قلت لك انت راح تاخذيهم وتحطيهم بجيبتك، مش راح تقدري لا تبيعي ولا تشتري فيهم، لانه او اصلا اموالك كانوا اوكي محجوزين، هلا اذا طلعوا من الحجز مش راح تروحي تنزلي تشتري دولار او تشتري ليره او تبدليهم، يعني راح تحطيهم بالبيت للريزيرف وبانتظار اذا بدك الايامات السوداء القادمه او المرجح انها تصير بالبلد، لانه ما حدا مطمن باله من شيء ابدا، وبالتالي انا برايي ما راح تاثر على سعر الصرف، وحتى بتوقع يمكن تاثر على سعر الصرف سلبا، بمعنى انه الدولار يطلع اكثر، يعني مع التشنجات السياسية المصرفية الاقتصادية إلى آخره جاي، أنا بتصور ناس رح تكون تتخوف أكثر، بالتالي يمكن هالليرة اللبنانية اللي رح يخدوها الناس يروحوا يشتروا كمان فيها دولار ليخزنوه مش ليصرفوه. نعم نعم تفضل، بعد عندك شيء بتحب تختم فيه؟ لا بدي أقول إنه الموضوع بلبنان كله بيمشي مع بعضه، يعني ما فيك تحليها اذا بدك مصرفيا وكل شيء ثاني خربان طبعا، كله بده يمشي بشكل بارالال، ولحد هلا كله واقف بارالال، وهون المشكله اساسيه. شكرا كثير لك دكتور لويس حبيقه الخبير الاقتصادي على هذه المداخله وعلى هذه الاضاءه، وان كان كلامك للاسف يعني واقعي بس ما كثير رح يعجب الناس اللي كانوا متاملين انه بركي بتتحرر جزء من ودايعهم. استاذ الياس المر رجعنا لك، مشهد يعني اقتصادي مبكي للاسف اللي عم نعيشه. هي المشكله بتعرفي وين بدي بلش مطرح ما ختمتي؟ هي المشكله انه الناس تتعود، ما مش مفروض انه الناس تتعود. لا طبعا ما حدا، ليش بدنا نتعود؟ الناس تقلك ليه؟ الناس تعودت من سنة 92 لليوم على ممارسة مصرفية غلط، والمشكلة انه تعودت وتأقلمت الناس وصار جزء من هيدي اللعبة، كرمال هيك هي اليوم عم تتحمل جزء من هيدي المسؤولية عن استحقاق. اليوم يلي فات بلعبة الفوايد، يلي باع بيته وكبه بالمصرف تياخد فايدة وراح استأجر، يلي كمان حط مصرياته معه قرشين ما فتح فيهم محل، طيب هذا الأداء وهذه الممارسة مكان نحن الشعب اللبناني كان جزء منه، ما هي بدها سيبة ثلاث أطراف، المصرف المركزي يلي كان هو المايسترو والراعي لهذا الموضوع، المصارف يلي هن كانوا الأداة لهذا المخطط، والشعب يلي كان هو يعني إذا بدك الفاعل أو يعني هو والسلطة السياسية كمان. طبعا السلطة السياسية بتجي بالبارت الأولى مع مصرف لبنان وكل هذا السيستم، حتى المصارف يعني هن جزء من السلطة السياسية، والسلطة السياسية جزء اليوم منهم. لافت عم نعيش حالة جديدة. بس خليني أقول لك شوي صغيرة، وإن لم أكن اقتصادي أنا بس أنا بحكم شغلنا بمراكز الدراسات
نحن بنتعلم من كل أصحاب الاختصاصات، ولأنه إلها علاقة مباشرة بالسياسة ومباشرة بالموضوع الحياتي. شو اللي صار؟ إجت هالناس حطت هالودايع كلها بالمصرف لبنان ببالون الفوايد هذا المنفوخ المضخم المنفوخ، صار في عندها المصارف كم هائل. طبعا هي مش عن غباء، لأنه هي ملاقية زبون، يعني هاي المصارف جمعت هالمصارف ملاقية زبون البددين، والزبون هي البقرة الحلوب يلي هي الدولة. اللي كان عم بيصير دينوا الدولة كمان بفوايد عالية ومرتفعة، ولا مرة الدولة دفعت فوايد. شو كانت عم بتراكمها دفتريا، بلغة الاقتصاد وبلغة المحاسبة بيسموها مراكمة دفترية. يعني أنا بدي منك مليون، سنت جاي صار بدي منك مليونين، بس أنت ما فات على جرورك ولا دولار. أما هون المليونين والثلاثة والأربعة هودي أرباح بيسمون الأرباح آخر سنة هالجمعية يعني المافيا هيدي بتوزع أرباحها آخر السنة. بتجي بتطلع نحن شو ربحنا السنة، والله ديانا الدولة 10 مليون دولار، ربحنا 5 مليون، نحن هالقد حصتنا من الربح. كانوا عم بيقوموا بهذه التوزيعات المالية بشكل سنوي. بس ليش مافيا؟ رح لك ليش. ما أنا عم بقلك ليش. لأنه اليوم المصارف حقها وتحنا اقتصاد حر ونحنا تجارة حرة. أوكي. الحق اللي بدد هذه الأموال. فيك تقولي هيك 100%. وكان في نظام مصرفي راعيون، وكان في حصانة، كان في نظام لبناني سياسي على النظام المصري، وكان يعني في نظام سياسي لأنه هو عليهم. بس رح قلك ليش، بس الفكرة يعني ما تقدروا يتابعوها. هالتوزيعات يلي كانوا عم ياخدوها كاش يلي هي هلا موجودة برا، هاي الودائع، مش 15% يلي هن موجودين بمصرف لبنان. هؤلاء 15% هؤلاء لازم يكونوا احتياط على الاحتياط. أما الودائع الأساسية، طيب هؤلاء 15، طيب 85 وين؟ صحيح. 85% أكثر من 50% منهم هن توزيعات ربحية سنوية للمجالس الإدارات تبع هيدي المصارف يلي كانت عم تتاخد استنادا على الأرباح الوهمية يلي كانوا عم بيراكموها دفتريا من الدولة اللبنانية، ولم تدفع منها أجل. هل أرقام ودائع الناس اللي عم تسأل عنها حضرتك؟ 85 مليار. نعم. بيننا هيدي الودائع عند مصرف لبنان. إيه؟ اللي مصرف لبنان تصرف فيها ودين فيها الدولة. روحوا شوفوا مصرف أنا لبنان. بدي أمشي معك بهذا السياسي. أنا بدي أمشي معك بهذا السيناريو. بقلك أنا كنت مضطر دينهم، شو بعمل؟ بدي وافق معك على هذا السيناريو، ومن أجواءهم بدي أجاوبك. وقت اللي كان يروح المواطن العادي كرمال تيقصد براد، كان بده يجيب معه المختار وخور الضيعة والجيران تيشهدوا ويمضوا معه وكفيل، وانت نايمك تدفع هالبراد وكيفك تدفع هالقسط الشهري. طيب لا ما عملوا نفس الممارسة الإدارية والرقابية الاستباقية على دين الدولة. في مرة صار في إشكال وقت اللي أنا بروح بحط ودائعي مع المصرف، والمصرف بيتصرف فيها بطريقة غبية، لأنه هذا استثمار غبي بالمفهوم العلمي الأكاديمي، هذا بيسموه استثمار أحمق. وقت اللي راح تصرفت المصارف بهذا التصرف، وين حفظت لي حقي انا كزبون عندها؟ طيب المصارف في مره بتذكر من سنوات للخلف، يمكن شيء 7 سنين او اقل، صار في مشكل كبير بين جمعيه المصارف ومصرف لبنان، لانه رفضوا يدينون. اخر شيء انجبروا يرجعوا يدينون. كيف يعني انجبروا؟ انجبروا يرجعوا يدينون، شو بيعملوا يعني؟ هو من الاساس انت بتبلشي بالغلط بتكفي بالغلط. وقت اللي بيصير يعني حضرتك اللي عم جرب، يعني انا عم اقول لك ليش انجبروا، حط كل الحق على المصارف. لا، هو اخر شيء في سلطه سياسيه هي المسؤوله عن تبديد هذا الدين. ما هن واحد عملوا فساد فيه. الفرق بين نحن اثنيناتنا عم نحكي نفس الشيء، الفرق بيني وبينك انه انا ما عم ميز. هن هذه السلطه المصرفيه مستمده قوتها من سلطه سياسيه شرعت لها عملها وشرعت لها فوائدها والى ما هنالك. هن واحد يعني. طيب. انا بس عم بحكي عنها. خلينا ارجع معك على الملف السياسي، لانه بعد عندي كثير اسئله بالملف السياسي. نحكي عن حكومه اقطاب، فكره ولدت ميته، فكره البطريرك الراعي. هلا مصادر البطريرك الراعي بتقول انه على يعني عن غيرته من يعني اندفاعه عن هالوضع يلي نحن فيه وهالحميه يلي موجودة عنده وهالانزعاج اللي موجود عنده من الوضع الاجتماعي والكذا، انه يقال استعملت العبارة انه بنت ساعتها ولدت هذه الفكرة. هلا اذا كان إلى أرضية، اذا كان إلى ارضية، انا جايك اذا كان إلى ارضية وقدر غبطة البطريرك يعني
عم بيحكي عن ملفات كبيرة، عن ملفات لها علاقة بالحياد، عن ملفات لها علاقة بمؤتمر دولي، هذه ملفات كتير كبيرة. أنا برأيي موضوع الحكومة يعني بيجي أسهل من هذه العناوين والملفات الكبيرة. إذا قدر أنه يأمن لها أرضية ليش لا، خلي اللي خربها هو يعمرها، اللي طلع جحة على تدخيتي نزله. إذا هالبلد هني خمس ست أقطاب والناس كلها سوا بتقول إنه هالأكثر المرجعيات السياسية والأحزاب والأقطاب هن المسؤولين عن خراب البصرة، خلي يشرفوا يجوا يقعدوا على الطاولة. بس إنه معقول نرجع نشوف على زيت الطاولة سعد الحريري وجبران باسيل؟ إنه كيف يعني وشو يعني وبعدين؟ شو يعني حكومة أقطاب؟ يعني عم نحكي عن رؤساء الكتل الأساسية، لما بنحكي بحكومة أقطاب يعني عم نحكي بجبران باسيل وسعد الحريري. ليش مصرة على الرئيس حريري إنه مصرة عليه بشكل يعني إنه ما عنده أوراق، عنده أوراق سياسية وأوراق مالية وأوراق شخصية مفروض يعالجها قبل ما يتبوأ هذا المنصب الوطني الكبير؟ كثير يعني مفروض ينعطى فسحة من الوقت، من الراحة الرئيس الحريري تيزبط أموره. مين البدائل عن سعد الحريري؟ سين سين. مين يعني؟ سين سين. مين بينتج؟ ما حدا اللي بيقدر يقلك إنه في أسماء أو في ملامح أو بوادر أسماء أو شخصيات. نجيب مئاتي شو وضعه بالسين سين؟ لا علاقته بالسعودية منيحة وشغله بسوريا ماشي وبخير. أنا برأيي اسم ما بنعرفه، هيك تقديري يعني الهامي، اسم ما بنعرفه. في كلام عن فيصل كرامي بالساعات الماضية مطروق يعني جدي، اسم يعني يعني ملامح وجهي تغيرت بالاسم. جدي فيصل كرامي؟ ايه بجدي. اذا نضجت ظروفه بالاتراك، اذا نضجت ظروفه هذا شيء بيعطيه اد فاليو ببيئته بمجتمعه طبعا بمقوماته هو. سين سين. اذا السعوديه على تنافس مع تركيا وفيصل كرامي على علاقه جيده جدا مع حتى التركي عم يرتب اوراقه بالمنطقه يعني كمان في خلطه جديده تركيه مصريه. مرات بيكون في شخص بيقدر يعبر عن 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 كذا اتجاه، بتجتمع بشخص واحد بيكونوا هني اد فاليو لإله. بس ساعتها شو انا بقول لك يعني شو الاخراج تنوصل لمرحله البحث عن بدائل لسعد الحريري؟ يعتذر سعد الحريري؟ الاخراج هو تحديد معالم الاتجاهات في المنطقه. لا حل في لبنان بدون تحديد معالم الحل في المنطقه. اثنين طبعا بيكون يعني اذا كان بعد الامور معقده مع الرئيس الحريري بيعتذر من الدوافع الوطنيه والانطلاقات الوطنيه يلي يقدر يعتذر يلي موجود. لا شو بيمنعه؟ شو بيمنعه؟ طبعا ما في شيء. طب اذا ما بيقدر يالف وما بيقدر يعتذر، لا لانه اليوم انتحار سياسي له الانتظار. واللي عم بيصير انتحار سياسي، بس على الاقل عنده ورقه التكليف. ايه بس اوكي، ما هي ورقه التكليف ممكن تكون سيف بخصره. يعني قصدي الخسائر اكبر على سعد الحريري انه يروح يعتذر ولا لا الرئيس. الرئيس حكومة. الحريري امام خيارات احلاها مر ونحن ناطرينه مع هذه الخيارات احلاها مر الحمد لله. يعني كرمال هيك هو متمسك، لانه مثل ما عم تقولي هو امام خيارات احلاها يلي هو التكليف، بس كمان مر ومكلف عليه شخصيه في مسؤوليه. يعني ما في مسؤوليات، ما بيقدر سعد الحريري يقلب الطاوله اليوم ويروح. طيب الرجل عمل تسويه رئاسيه وقعد يعني عمل حكومات وتفاهم مع الرئيس عون ومع الوزير جبران باسيل باكثر من حكومه، ما بيقدر برايك يقلب الطاوله؟ طيب انتم السعوديين ما بدكم يعني انا رايح اعمل اتفاق داخلي لا مثل لا ما صار بال2016 واعمل رئيس حكومه بالشراكه مع رئيس الجمهوريه؟ لا لا مش مش لا لا. ما مش شخصيته، مش شخصيته ولا خلفيته ولا الباك جراوند يلي عنده اياها ولا الارضيه ولا وضعه المادي ولا وضعه السياسي ولا وضعه الشعبي بيسمح له. الاعتذار مكلف جدا كمان بهالحاله، ما سياسيا وشعبيا وماديا واللي بدك اياه ويمكن حتى قضائيا ما بعرف. الرئيس الحريري اليوم يراهن على امرين اساسيين الامر لانقاذ موقفه. الامر الاول انه تنضج تسويه، بس بدك تجي لصالحه مع لانه التسويه اللي ماشي مش ايه مش بي مش هيك. ما هو عم بقول هو شو بده تنضج تسويه بالمنطقه بس تجي لصالحه، او
نروح على الانهيار الكبير والانهيار الشامل يلي بتختلط فيه الأوراق وبتضيع فيه التفاصيل، وبيضيع ساعتها هو هالتفاصيل المشاكل يلي عنده إياها، التفاصيل السياسية بيضيعها بهالأوراق. يعني برأيك اليوم سعد الحريري يسعى للفوضى الشاملة بالبلد حتى يحافظ على بعض المكتسبات ما نرجع نفس على الطاولة؟ نرجع لنفس النقطة، وقت اللي بتحطي المكونات أمام خيارين، إما الانتحار إما المواجهة، كل المكونات بتختار المواجهة ما بتختار الانتحار. بس هيدي النظرية خصوم التيار الوطني الحر بيقولوا انه تطبق عليه، يعني اليوم خصوم التيار بيقولوا انه جبران باسيل هو الذي يسعى الى الفوضى الشاملة بالبلد لانه اصبح خارج المعادلة السياسية مثل ما بيروجوا، وهو بده يرجع يلقط زمام الامور بايده ويحجز له مقعد على الطاولة، فمشان هيك هو يسعى للفوضى. بوقت البعض الاخر هلا حضرتك عم تقلي لا انه الفوضى تخدم الاخرين، ويمكن التيار الوطني الحر او العهد الفوضى متضررين. الفوضى بتخدم المأزومين بدون ما نفوت بالاسماء. اليوم بتجي بتطلعي على الساحه بتلاقي مين في عنده ازمه شعبيه، مين في عنده ازمه سياسيه، بالفوضى بيقدر يمرق هالاوراق هيدي يحرقها عظيم، يعني يفرمها. هلا في ناس بعض بيظنوا انه كل شيء صار من 17 تشرين الى اليوم قد يكون اثر سلبا على وضعيه التيار الشعبيه، على وضعيه التيار السياسيه. بعدنا نحن كمراقبين عم نشوف انه بعد الكل دوليا وبالرغم من يعني العقوبات يلي صارت، ولكن على المستوى الفرنسي، على المستوى العربي، على المستوى الاوروبي بشكل عام، بعد الكل عم بيحتاج للحديث مع التيار من أجل إنضاج التسوية السياسية. وبعدنا عم نشوف أنه حتى على المستوى الشعبي، على مستوى المناطق، يعني ما في هالتراجع الدراماتيكي يلي عم ينحكى عنه، هذا كله بتثبته أو بتنفيه صناديق الاقتراع. ممكن نروح لاستقالات من مجلس النواب؟ ايه مطروحة الفكرة. إيه؟ لأنه من عند مين؟ من عند تيار المستقبل ولا من عند تيار الوطن الحر؟ من عند اثنين. كيف؟ لأنه الاستقالة من المجلس النيابي بالنسبة لتيار المستقبل ممكن تكون متزامنة مع اعتذار الرئيس الحريري، هيدي هي حيثياتها. بخربوا علاقتهم مع الرئيس بري بهالشكل. خلص مش نزهة الاستقالة من أنا برأيي المجلس. أنا برأيي التحديات صارت أكبر من الاعتبارات السياسية، صارت تحديات وجودية. يعني وقت اللي كيان او تيار سياسي بصير في خطر وجودي عليه، بصير في اشياء ببطل بعدين مش كل شيء بيكون عم يعملوا صح. بس مش مغامره اليوم استقالة تيار المستقبل من مجلس النواب؟ يعني مغامره لهم اللي شن واثقين هالقد من قواعدهم الشعبيه تيفوتوا بهيك مغامره؟ عم بيروح سعد الحريري اخر غطى عنده اياه داخلي بالملف الحكومي واللي هو غطى الثنائي الشيعي، استقالة من مجلس النواب يعني ضرب العلاقة مع الرئيس نبيه بري، يعني فقدان هذا الغطاء. الاستقالة من مجلس النواب، الاستقالة بالنسبة لتيار المستقبل ولغيره قد تكون حاجة في المستقبل القريب أمام الانهيار يلي رح يصير إذا وصلنا له. حجم الانهيار الاجتماعي وحجم الانهيار الاقتصادي والمواد المدعومة والاستشفاء وإلى ما هنالك، كمان تفضل الدكتور وحكي عنهم بالاتصال، ممكن تكون الاستقالة هي نوع خطوة يعني للرد على هذا النوع، أو لا يعني تحييد إذا بديك النفس، مثل أنه كأنه شو نقعد على جنب يعني بنتفرج على؟ لا مش نقعد على جنب، أنه لا يمكن أنه ما عم بقول لك مرات التصعيد بيكون إن كان شعبي ولا إن كان نيابي ولا كان مستقبل بيكون من أجل التسريع. يعني في مطارح بتوصل ببطلة قادرة أنت تضلك موجودة بالستاتيكو اللي أنت موجودة فيه، مفروض تخرجي تكسري هذا الستاتيكو. كيف شو تكسري؟ شو بصير إذا التيار الوطني الحر اللي سبقهم على هذا السيناريو؟ بدك تكسري بخطوات عملية، أو بتكون إيجابية أو عملية سلبية. كنت عم بسألك لأنه اليوم كمان لمح النائب جبران باسيل من داخل مجلس النواب أنه نحن وإن كان منه خيارنا الأول، بس بضل في خيار موجود للاستقالة من خيار مجلس موجود. وقتها بيكون الأفق مقفل لليوم، خيار موجود مقفل. بوجه من يلوح بهذه الورقة، بوجه من يهدد بهذه الورقة، وبوجه كل من يقول أنه التيار يعني عم بيراجع حساباته شعبيا أو عنده تراجع شعبيا، أو أنه عم بوجه إذا بدك بعض المزيدين يلي بيزجوا دائما بموضوع الانتخابات المبكرة والانتخابات المبكرة والاستقالات اللي شفناها، رد سياسي مناسب
بحجم الهجوم السياسي اللي عم يتعرض له التيار من كذا اتجاه. بس السؤال انه كمان التيار الوطني الحر جاهز لهيك خطوه، لانه حتى حليفه حزب الله منه يعني طبعا ما بحبز فكره الاستقاله من مجلس النواب، جاهز سياسيا يترك كل حلفائه ويتصرف بهذا الشكل، وجاهز سياسيا وشعبيا كمان على الساحه، لانه البعض يعني راح لمطرح ثاني انه بكره من بعد الانتخابات تنقلب الاكثريات، بتعرف المشهد اللي يصور. ما هو ردا على هودي على هالسيناريو يعني قصدي عم بيقول لهم انه انا جاهز وانه هذا الاحتمال موجود على الطاوله، هلا اكيد بيكون هذا الاحتمال ما راح يكون هيك يعني عشوائي، راح يكون بالتنسيق مع الحلفاء سواء كان حزب الله ولا غيره من الحلفاء اخرين كمان على الساحه. بس في شغله يعني اذا بدك دعوه بالجو العام انه قد ما بيقدر مثل ما هو التيار عم يشتغل على نفسه انه يكون متماسك من الداخل، ايضا من المفيد ان يعيد التيار قراءته بعلاقته مع الاخر، يعني كثير عم بيصير شغل على العلاقه مع يعني على القواعد وعلى كذا، وهذا امر ضروري. يعني مين مقصود بالاخر؟ كل الاخر، كل الاخر، يعني خصوصا في البيئه في البيت المسيحي، يعني قديش بيكون في اصدقاء وحلفاء حول اي حزب سواء كان التيار او غيره، قديش بيكون عنده مناعه وحصانه اكبر. بس هون يعني متوقع يعني ترجع تزبط العلاقه. لا بعرف بالسياسه ما في شيء ممكن نقول عنه مستحيل، بس ما كان بفتره من الفترات التيار الوطني الحر على تفاهم مع كثير الحزب الاقوى يمكن الى جانبه، كان في حزبين قوية على الساحه، التيار والقوات اللبنانيه، عملوا تفاهم مع راب بين بعضهم، ما ضاين كم شهر. خلينا نبلش بالقطعة، يعني بلش التفاهمات غير حسابات وغير سياسات وغير استراتيجيات وغير مصالح وغير تفكير. خلينا نبلش بالقطعة قبل ما يعني قبل ما نصير بالتفاهمات بالجملة اللي بنتمناها نحن انه تكون دائما قائمة. خلينا نبلش باللي هن بالخط السياسي، بالخط نفسه قديش نحن بنعزز مبدأ التفاهم. اولا بنكون عم نعطي حصانة ومناعة من أجل مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية المقبلة، وقديش نحن بنكون كمان بنفس الوقت عم نعطي نوع من الاستقرار، نوع من الاستقرار المطلوب للمرحلة المقبلة. طبعا، بس اليوم كيف يعني بوجهة نظر التيار الوطني الحر انه القوات اللبنانية يعني بده يخفف عملوا تفاهم. يعني بالمختصر بده يخفف من الخصوم عال، بس كيف يعني ما اليوم التيار الوطني الحر بيقول رحنا عملنا تفاهم اتفاق مع راب عملناه حتى ما قبل ما نطلع مع راب. لام التيار الوطني الحر، معلش بس خليني اوضح الفكره تاسالك عنها، البعض لام التيار الوطني الحر انه انتم جيتوا بيضتوا صفحه القوات اللبنانيه من بعد كل شيء صار على 30 سنه، عند اول مفترق طرق شو عملت القوات اللبنانيه؟ تخلت عنهم، كان اول بند باتفاق مع راب دعم العهد، اول من بلش يوجه سهامه على هذا العهد هي القوات اللبنانيه، كيف بعد بدها تركب هالعلاقه بين الطرفين خاصه انه عم نحكي بتنافس رئاسي. رح اقول لك شو المشكله، رح اقول لك انه الاعتبارات السياسيه دائما تغلب الاعتبارات الوطنيه اولا واعتبارات المصلحه العامه. نعم. اليوم اذا نحن كنا عم نحكي عن حزبين مسيحيين، يعني نحن عم نحكي عن بيئه، نحن عم نحكي عن مجتمع، اللي بده يعمل بده يكون ممثل لهذا المجتمع بده يغلب المصلحة العامة على المصالح الحزبية وعلى المصالح السياسية المعينة. المشكلة أكبر من هيك، المشكلة أنه في توجهين لدى المجتمع المسيحي، في التوجه المشرقي يلي عم يحكي بالعلاقات المميزة مع دول الجوار، عم يحكي مع الامتداد الطبيعي للمكون المسيحي، الامتداد الجغرافي الطبيعي، انه ما في مشكلة من باب منطلقات السيادة، من منطلقات الندية انه نفتح خطوط، وفي عندك التوجه الاخر يلي هو بيعتبر انه هو عنده وكالة حصرية بشيء يسمى لبنان، وانه هو الوحيد يلي بدافع عن لبنان وعن حدود لبنان. نعم. وعن هيدي النظرة في مشكلة جوهرية، يعني المشكلة منا مشكلة انه يابا مختلفين على تعيينات معينة ولا على ملف سياسي، في مشكلة نظرة الى اي لبنان نريد، في مشكلة نظرة الى اي لبنان نريد،
وعند المسيحية في مشكلة نظرة إلى أي مجتمع مسيحي نحن نريد. شكرا كثير لك على هذه الحلقة وعلى كل المعلومات. الصحفي والإعلامي الياس المر، أمين عام الاتحاد المشرقي، شكرا على حضورك معنا. مشاهدينا بدي أشكركم على حسن المتابعة، نلتقى بعد شوي بنشرة الأخبار، إلى اللقاء.